مساء الخير وحلقه جديده من برنامجكم الجسر الذي من خلاله نقرب المسافات بيننا وبين بعض في البدايه قبل ما نبتدي بالنيابه عني شخصيا وبالنيابه عن اسره البرنامج وعن اسره القناه بتقدم بخالص العزاء وبنعي الاستاذ ابراهيم ملاح هو المخرج ومدير انتاج استوديو الجسر في فجيعه طبعا له وللاسره ولنا جميعا في وفاه ابنته مايا ملاح عن عمر 35 سنه فانا لله وانا اليه راجعون وربنا يغفر لها ويسامحها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ابراهيم وزوجته واخواتها والاسره وجميعا ونحن جميعا الصبر والسلوان وربنا يصبرنا على هذا البلاء الذي قد يكون خير لها وخير للجميع أيضا بنعي فقيدة الشباب عن عمر 17 سنة في من آيلاند الشابة المرحومة مريم حمدي برضو اختطفت بهارت أتاك فجأة وايضا سببت يعني ازعاج كثير للجاليه العربيه في ستاتن ايلاند فايضا بنعي اهلها وبدعو لهم بالصبر والسلوان ولها بالرحمه والمغفره. حلقتنا اليوم مليئه بالفقرات الهامه وكثيره ومفيده جدا يعني ضيوفنا النهارده هيدونا معلومات وهيضيفوا لنا الكثير فانا بشكرهم قبل ما نبدا الحلقه على وجودهم معانا النهارده هيكون لنا لقاء في اولى فقراتنا مع مؤسس نيو ايجيبت مجموعه نيو ايجيبت ومع رئيس نيو ايجيبت نيو ايجيبت اللي من خلالها تفرعت الى مجموعات واورجانيزيشنز تانية زي النادي الشباب ونادي النساء المصري الامريكي وكان لها نشاط ملحوظ وواضح جدا خلال هذه الفتره يمكن خلال الكام شهر اللي فاتوا دول ما بين نيويورك وما بين نيوجيرسي او او الولايات المتحده الامريكيه وقاهرة ومصر عموما فكان في نشاط واضح و activities كتيرة حصلت عايزين نتعرف عليها اكتر عايزين ايضا نرد على بعض التساؤلات والجدال لان احيانا انت لما بتعمل حاجة كويسة بيبقى في ناس عندها وجهة نظر تانية في ناس بتختلف معاك حتى ال ال الكويس في وجهة نظرك ممكن يكون مش مناسب من وجهة نظر الاخر فكان في بعض الجدال وبعض التساؤلات هيجاوب علينا هذه التساؤلات الاستاذ ماجد امين وهو مؤسس نيو ايجيبت والدكتور عابد الكشك بريزيدنت اوف نيو ايجيبت. ثم فقرتنا الثانيه هتكون مع مستشارنا ومستشاركم المحامي القدير الاستاذ محمد السواعير الذي سيكون معي النهارده لنحاور ضيفنا وهو ضيف عزيز علينا ايضا استضفناه اكتوبر 18 آه سنة 2018 و... وكان مرشح للسنة نيويورك ستيت سنت وسألته في الآخر سؤال قلت له إيه اللي أنت عايزه من الكوميونتي العربية أو الجالية العربية قال أنا عايز الفوتس فإحنا إدينا له الفوتس بتاعنا وكسب الحمد لله فشعرت إن إحنا ساهمنا ولو بجزء بسيط في إنجاح هذا الشخص آه أندرو آه جوناردس أندرو جوناردس آه هو جريجي من الجيل الثالث ولكن آه قريب جدا للجالية العربية آه بيساعد كتير في مشاكل أو في قضايا اللي بتهم العرب وغير العرب عموما ولكن هو آه التاج للعرب أرضه الكالتشر والعادات والتقاليد عنده قريبة جدا من العرب فهنحاوره النهاردة ونعرف الوعود اللي هو وعدها لنا قبل الانتخابات هل بدأ ينفذ فيها ولا امتى ممكن ال 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 الوعود دي ان هي تتم فيكون معانا في الفقره الثانيه الاستاذ المحامي محمد سواعير وسنه نيويورك ستيت سنت اندرو جوناردس ايضا في الفقره الثالثه موضوع هام جدا وضيفتنا مش غريبه عليكم هنتعرف عليها وهتشوفوها بقى اول مره هتشوفوها يمكن وجها لوجه كده يمكن سمعتوا في بعض الكثير منكم سمع صوتها قبل كده هيكون معانا الاستاذه رشا رشا رأفت رشا رأفت هي الان رشا رأفت سعيد يعني انا باخد الاسم رشا سعيد رشا سعيد هي رشا رأفت برضو صح يعني بس رشا رأفت سعيد عموما رشا هي حاليا دلوقتي سوبرفايزر في مكتب الويلفير بنيويورك سيتي فالويلفير ده سؤال يمكن حاجات كتيره احنا ما نعرفهاش عن ما نعرفهاش عن الويلفير ايه هو الويلفير المساعدات اللي بتقدم ل لقدر الله لو واحد فقد شغله او اه حصل اي حاجه ان هو مش قادر ان هو يشتغل الحكومه الامريكيه عندها برامج معينه وعندها نظام معين بحيث انه ما يتركوش اي شخص كده يبقى مش قادر يعيش مش قادر يسكن مش قادر ياكل في مساعدات المساعدات دي بتتمثل في الولفير بتتمثل في فود ستامز بتمثل في مساعده في الايجار البيت مساعده في التامين التامين الصحي واشياء كثيره نتعرف عليها أكتر من رشا اللي هي حاليا دلوقتي بعد أكتر من سبع سنوات في هذا المكتب وسوبرفايزر وهتشرح لنا بالظبط ايه هو الموضوع وطبعا انا برحب بكل اسئلتكم في جميع فقراتنا ثم هيكون لنا لقاء مع ايضا احد الشباب المجتهد والدكتور الناجح جدا الذي يدير مركز طبي هام في منطقه بيريدج بروكلين في نيويورك الدكتور رمزي جوده الدكتور رمزي جوده هو دكتور ودكتور شاطر ودكتور ام دي وشاطر في في شغله ولكن ايضا بيدير هذا المركز وبيقدم خدمات للجاليه العربيه لانه في وسط يعني منطقة مزدحمة بالجالية العربية. فدكتور رمزي هيكون معنا في فقرتنا وطبعا احنا هنتكلم معاه عن ما يقدم للجالية العربية وهنسأله اسئلة طبية طبعا احنا عندنا اسئلة طبية كتير ما تنتهيش فهيكون في الفقرة الأخيرة. فخلينا نبدأ على طول أولى فقرتنا اليوم مع الأستاذ ماجد أمين مؤسس نيو إيجيبت والدكتور عابد الكشك الرئيس نيو إيجيبت ونعرف ايه اللي حصل خلال الفترة الأخيرة. ففاصل ونعود مع ضيوفي الكرام ابقوا معنا انا اسف على العطل الفني يعني في فتره الاعلان آه خليني ارحب بضيوفي في اولى فقراتنا الليله الاستاذ ماجد امين مؤسس نيو ايجيبت اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه الله دكتور عبد الكشك بريزيدنت اوف نيو ايجيبت الحمد لله على السلامه انتوا الاثنين كنتوا في مصر يعني كنا انا في مصر. كنا في مصر وكان في اجازه عائليه لمصر ويعني واتقلبت لبزنس بعد كده ولا والله ما فيش بزنس هو كل حاجه كلها يعني مجرد تطوعات يعني مننا احنا للجاليه المصريه مش اكتر ممكن اه طب ف... <applause> الحمد لله على السلامه <applause> <applause> أه استاذ ماجد قول لي مجموعه نيو ايجيبت أه يعني انت مؤسس مجموعه نيو ايجيبت اللي اتفرع منها اشياء كثيره ولكن خلال الفتره الاخيره دي كان <applause> نشاطات يمكن خلال الشهرين ثلاثه الاخيره دي نشاطات كانت واضحه وكثير شويه فلو تقدر تلخص لي نشاطات نيو ايجيبت خلال الفتره دي وبعدين آه نشوف تعليق من الدكتور عابد تمام آه آه شكرا الاول على الاستضافه الجميله دي النهارده يعني احنا سعداء بنبقى معاك الله يخليك آه مبدئيا احنا في الفتره اللي فاتت احنا نيو ايجيبت نشاطاتها لا تتوقف في ساعه لما ابتدينا الحمد لله احنا كل فتره عندنا نشاط قد في حاجات بتبقى معلنه وفي حاجات كتيره جدا ما بتبقاش معلنه لان احنا ساعات بنبقى بنجهز حاجات حتى لو ما بنعلنش عنها بنبقى شغالين فاحنا عندنا دايما في حاجات بتبقى شغاله. كويس. في الفتره الاخيره دي كان عندنا شويه اتصالات عملناها في مصر بعد مؤتمر الكيانات المصريه وكان عندنا شويه ورش عمل كنا شغالين فيها فالفتره اللي فاتت دي تقريبا كان عندنا شويه او نقولوا ايه تاسيس لل... ايه هو مؤتمر الكيانات؟ اوكي مؤتمر الكيانات هو مؤتمر اتعمل في مصر مفروض ان هو دعي اليه مجموعه من الكيانات المصريه اللي هي مفروض زي منظمات او جمعيات بغض النظر وهرجع تاني اقول الحته دي ان هم لما سالنا كنا احنا كنا بنتكلم في الاول اذا أيوة. الكيانات دي لازم تبقى مسجله وكلام ده قالوا لا مجرد وجود الكيان لان ده كان مجرد بس عمليه تجميع للناس بحيث ان اللي حتى اللي مش مسجل المفروض ان لما يلاقي ان في حاجه جديه ان هو يبتدي يوجه نفسه ويسجل. طب دور نيو ايجيبت في مؤتمر الكيانات؟ ما كانش لنا دور اكتر من ان احنا كان لنا حضور. حضور حضور, ايوه شاركنا في ورش عمل الاستاذ عابد طبعا كان هي انا على فكره انا شخصيا ما حضرتش لان المؤتمر اتعمل انا سافرت قبل المؤتمر بيوم ولكن كان موجود الاستاذ عابد و طيب دكتور, عابد الكيانات ايه هو مؤتمر الكيانات؟ يعني او أنا او ايه اللي حصل في في المؤتمر ده؟ بص او احنا انا كنت في اجازه شخصيه وماجد كلمني قال لي ان في مؤتمر كانت لو كان ممكن ان انا احضر باسم مجموعه نيو ايجيبت فانا قلت له اليوم اللي اقدر الوحيد ان انا احضر فيه هو كان اول يوم اليوم اللي لان ثاني يوم كان المدام مسافره هي والاولاد آه. فمؤتمر كانت انا شايفه ان تجمع للكيانات المصريه في الخارج من جميع انحاء العالم والوزيره نبيله مكرم آه عملت آه مجهود آه يعني كبير أنها تجمع بقدر المستطاع المجموعات ديت ولكن كيانات من خارج من خارج مصر من خارج مصر آه. ولكن هي المجموعه اللي هم على اللي انا اعتقد ان هم دعوا للـ للـ للمؤتمر دوت دي مجموعات مسجله مع وزاره الهجره. آه فالمجموعات اللي هم طلبوا ان هم يتعاملوا معاهم في ويدعوهم مثلا كويس. للحضور انا عايز بدأ احضر يعني مهم آه. جدا يدعوهم للحضور يحضروا سواء بقى انا اه لان احنا آه. احنا انا شخصيا انا كنت مسافر آه. اجازه شخصيه فليا الحظ وليا ان انا يعني ان انا آه بارتيسبيت ان انا ابقى آه متدخل يعني حضرتك مع... مش مسافر من هنا على المؤتمر لا خالص بعيد خالص, خالص خالص آه. انا اجازتي انا انا دايما من النوع ان انا اجهز دايما اجازه قبلها بسنه اه فانا اجازتي عندي انا طالع وانا طالع امريكان واي طالع امريكان واي طالع طبعا بريتشر وايز طلع مراتي واولادي كانوا طالعين لطيران تاني وطلعنا كلنا بمصادفة يعني فحتى كمان المدام كان مسافره تاني يوم لمؤتمر انا لو اعرف ان المؤتمر مثلا آه. موجود في فتره معينه انا كنت ممكن ان انا اتاخر آه. شويه ولكن ما اقدرش لان شغلي لازم ارجع يوم الاثنين فكان صعب جدا اه طيب آه، استاذ ماجد المؤتمرات دي والاشياء بتحصل طبعا دي حاجه كويسه بس بحس ان هي مش مرتبه قبلها يعني مفيش ترتيب او تنسيق مع المؤسسات او الجمعيات او مع الناس اللي هتحضر من هنا يعني بدليل عن يعني دكتور عابد كان موجود ودعي لانه في مصر ولا المؤتمر ده معمول لكده يعني الناس اللي موجوده في اجازه هم اللي يحضروا بص حضرتك على حسب انا برضو يعني هدي المعلومه على حسب ما انا عارف المؤتمر ده كان المفروض يتعمل في شهر ابريل وتم تاجيله اكتر من مره كويس احنا كان عندنا مشكله في الايميل بتاعنا يعني الايميل بتاعنا على ما يقال ان اتبعت لنا ايميل في وقت معين واحنا ما وصلناش الايميل بتاعنا فانا ما اعرفش ايه اللي حصل مع مع المجموعه الثانيه ولكن انا وصلني الدعوه يوم 2/7 كنت انا فعلا في مصر في يعني بظروفها كنا بنسال عليه فيعني قالوا طب اهلا وسهلا اتفضلوا طبعا موجودين لكن التنسيق بتاع المؤتمر او ازاي حصل طيب انا ده مش عارف له تاني ده طيب عايز مع الدكتور الدكتور عبد حضرتك مؤسس النادي النسائي المصري الامريكي يعني مؤسس النادي النسائي المصري الامريكي يعني انت بتنصف المراه يعني 100% اه طبعا <applause> ليه الفكره دي جات لك ازاي يعني انت تؤسس نادي نسائي بص حضرتك انا دايما مؤمن ان المراه العمود الاساسي للاسره كويس. اوكي لو فعلا المراه جهزناها بالتعليم والصحه وبقدر المستطاع الالمام بالثقافات الاخرى اعتقد الاسره كلها هيبقى في انتماء وفي مجتمع, مجتمع صحيح. آآ آآ لا شك فيه فده اساس الاسره غير كده وكده يعني دايما المراه يعني بتاخد يعني حمل كبير اكتر من الراجل يعني بتشتغل وفي نفس الوقت عندها مسؤوليات في البيت وبتربي بالظبط اوكي فالنهارده انا فعلا لو وصلنا ان احنا لتعليم المراه احنا عايزين نعرف أه مس... ايه نشاط النادي النسائي المصري بامريكا بس خلينا ناخد مكالمه تليفون معانا استاذ مدحت من نيويورك أه ايوه ايوه امس الخير أيوة حضرتك مساء الخير اهلا وسهلا <applause> الو حضرتك على الهواء أيوة مع حضرتك اتفضل السلام عليكم عليكم السلام استاذ أه محمد معايا ايوه ايوه انا معاك على الهواء حضرتك تفضل. انا اول مرة بحاول اتصل بحضرتك طبعا برحب بحضرتك وضيفك الكرام. اهلا وسهلا. انا لي تعليق صغير والاستاذ ناجي امين والاخوة كلهم في اتفضل بيعملوا مجهود كبير جدا. بس عندنا مشكلة في وسائل في ناس كتير قوي بتستغل وسائل التواصل الاجتماعي كلها عشان تحطم وتقلل من عمل مجموعة نيو ايجنت فأنا بقول لسيد ماجد دون ورا يعني خليك في الاتجاه اللي انت ماشي فيه وان شاء الله ربنا هيوفقكم ونتمنى ان شاء الله نشوف حاجات اكتر واكتر واكتر لان ده كل ده بنحاول نخدم بلدنا سواء هم المغرضين صحيح صحيح دي دي مشكله يمكن في كل الجاليات بس احنا يمكن نركز عندنا شويه في الجاليه المصريه هنتكلم فيه مع الاستاذ ماجد والدكتور عابد ان شاء الله. بشكرك يا استاذ آه ماجد. عندك س... في سؤال تاني؟ لا شكرا شكرا آه قبل ما ندخل في هذا الموضوع النادي النسائي المصري ايه نشاطاته مثلا خلال الفتره الاخيره؟ بس آه احنا عملنا من ضمن الحاجات يعني النادي النسائي المصري الفكره كلها جت آه يعني في وقت معين في وجود آه القنصل العام آه في آه. وقتها كان السفير آه احمد فاروق أيوة. وكان في ثلاث مجموعات كانوا موجودين ولكن نيو إيجيبت أدبت آه آه يعني الفكره أيوة. واخدوا الفكره وبصراحه المجهود اللي اتعمل في مجموعه نيو إيجيبت آه بالذات ماجد ومدام علا ومدام نيره في بدايه لدعم, لدعم, لدعم هذا النسائي النادي النسائي أيوة المصري الدولي اوكي آه وفيما بعد الاستاذ عايدة المنزلاوي والدكتوره منى طنطاوي وكريستينا واسماء آه كلهم نش... آه عندهم في نشاط واضح عايز اقول لك ان طاقه يعني غير عاديه أيوة. وغير برضه الناس اللي هم متطوعين معانا في مجموعه نيجي آه بس الانجاز بقى الانجاز بقى آه. الانجاز اللي احنا اول حاجه عملناها كان طلب من طلبات مستشفى في المنصوره قويس. بتاعت الكلى ايوه وساعتها كانوا طالبين ادويه معينه ما كانتش موجوده في مصر كويس واحنا فعلا عملنا فاند ريزنج كان اول مره يتعمل فيها الفاند ريزنج ده وعملنا فاند ريزنج واشترينا الادويه من يعني من هنا ايوه اوكي لي بطريقه معينه هم طلبوها لان عن طريق جميل. مجموعه أوه. هناك في مصر أوه. وخدنا الادويه ووصلناها لحد هناك وشاركت فيها حتى كمان يعني آه الادويه وصلت للمستحقين لمستحقين هناك هو ده اللي انا عايز اسمعه ده. الحاجه بقى الثانيه اللي أيوة. هي مهمه جدا معلش ناخدها بقى بعد ايه مكالمه عندي مكالمه بس معرفش المكالمات كتير قوي اه احنا هنعمل حلقه ونجيبكم فيها مخصوص للمكالمات اتفضل يا <applause> استاذ احمد اتفضل <applause> يا فندم اتفضل اتفضل معاك حضرتك على الهواء اوكي حضرتك وطي التلفزيون واسمع التليفون بس اتفضل مساء الخير استاذ محمد تحيه لحضرتك ولضيوفك الدكتور عابد كشف والاستاذ ماجد امين اهلا دا وسهلا احنا دايما نعرف ان من لم يشكر الناس لم يشكر الله صحيح ودايما لما يكون في حد فينا عنده متابعه للاحداث اللي بتحصل في جاليتنا هناك كثير جدا من الانشطه اللي اصحابها يشكروا على انهم عندهم من الوقت ومن الامكانيات والموارد يا استاذ احمد بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه احنا طبعا لازم نشكرهم على المجهود ولكن احنا هنا عايزين نوضح الامور ونشوف ايه الانجازات والكلام ده الشكر طبعا واجب ولكن هو ال الهدف الاساسي ان احنا نعرف ايه اللي بيحصل المؤتمر حضرتك وزاره الهجره حطت على الموقع بتاعها معلومات من فتره طويله جدا اي كيان مصري خارج مصر عباره عن ان جي او منظمه مؤسسه ونحن كثيرين في كل الولايات تحديدا في نيويورك وفي نيويورك الناس اللي كان عندها تواصل وسجلت وراحت حضرت الناس اللي ممكن ما سجلتش الاسباب تخصها كان في يعني سجل سجل التقصير من مش من يعني انا مش مستني الدعوه أبداً. المفروض ادخل انا على الويب سايت واسجل التقصير مننا احنا أيوة ولكن سهل. انا لو ما اكون ما عنديش فكره عن اللي حاصل بالظبط ويكون عندي مجال ان انا انتقد ليس من الامانه ان انا انتقد شيء ما عنديش وجهه نظر محدده اقولها احنا بنقول في الاخر ايه اذا كان حد عنده وجهه نظر بيعترض على شيء او بينتقد على شيء يقول في فيه شفافيه ومهنيه يقول كمان وجهه نظره وهو عايز يضيف يقول ايه؟ ويقول البديل يعني احنا لو كنا مظبوط لو كنا احنا 10 آه. مليون مصري في الخارج ومليون مصري في امريكا ماذا نحن فاعلون لكي نساعد وزاره الهجره اللي هي بتحاول تساعدنا الناس اللي حضرت مشكوره الناس اللي ما حضرتش اما عن عدم درايه بالموضوع او عدم اقتناع بالفكره يعني اكيد لازم يبقى في نوع من الاخذ والعطف حيث حتت ايجابيين رسالتك وصلت نشكر لك آه. رسالتك وصلت يا استاذ احمد أشكرك اهلا وسهلا بشكرك بس اه, أه. الاستاذ احمد قال نقطه مهمه جدا أيوة. وهي دي علم فعلا هو المحور الاساسي للتعامل مع كان وزاره الهجره في موضوع الجاليات. أه. الحاجه الثانيه اللي هي مهمه ده اول مؤتمر كان يحصل ولكن لكل مؤتمر ليه مميزات وعيوب طيب. فانا اعتقد انا عارف ان في مميزات وعيوب اعتقد في ال ال الاداره اللي موجوده للمؤتمر نفسه اخذت النقاط المميزات ونقاط العيوب وانا وانا واثق تماما آه. ان السنه الجايه طيب. هيكون افضل. انا هقول لحضرتك حاجه آه يعني في مكالمات تليفون كتير طيب. فانا فانا بستاذنكم لو نقدر الاسبوع اللي جاي نكمل الحوار ده لانه في ده موضوع مهم جدا وبيحل يعني عايزين نوضح الصوره عايزين الامور تبقى كلير احنا برنامج هنا ما بنعملش مناظرات ولا اي حاجه ولكن نوضح الصور خلينا ناخد مكالمه تليفون ثاني معلش الدكتور عصام ايوه دكتور عصام اهلا وسهلا اهلا اهلا وسهلا اتفضل <applause> مستر <applause> محمد ايه بقى حضرتك؟ اتفضل الو محمد أيوة. معايا ايوه ايوه مع حضرتك على الهواء اتفضل اهلا بك اهلا انا الاول احب احيي الاستاذ واخي مجد امين والمستر عبد الكشف واحب اقول نقطتين مهمين جدا ان الاستاذ ماجد أمين من اكثر من اربع خمس سنوات وهو بيعاني لوحده من تاسيس نيو وانا برضه اقول ان احنا كنا من المؤسسين في نيو بس الشهاده بنقولها ان ماجد امين هو اللي استمر هو المحرك لغايه دلوقتي كان في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي احنا اه. ما طبعا اعضاء في نيو جيزي ومؤسسين فيها في نيو يليب. النقطه الثانيه اللي سالت فيها مستر محمد بخصوص الكيانات مؤتمر الكيانات <applause> انت اثرت نقطه مهمه جدا اللي هي ان ان أمين الامين واستاذ عابد كانوا في مصر في صدفه في اجازه صدفه وسمعوا بالمؤتمر و... وراحوا حضروا الكلام طبعا المفروض ما يتمش بالطريقه دي المفروض مؤتمر مؤتمر كيانات تحت عارض الوزيره انه يكون من كل دول العالم يدعوا ليهم الكيانات مسجله في مصر او مش مسجله في مصر يبعدوهم خبر قبليها للتجهيز آه قبل. انهم مصر ماشي اوكي يا دكتور رساله حضرتك وصلت وهي ده يعني الكور اللي احنا بنكور البرنامج او كور الفقره دي ان احنا بنتكلم فيها خلينا نسمع التعليق من الاستاذ ماجد امين انا برضو مش حابب ان انا اقول ان في تقصير حصل زي ما قلت لحضرتك انا كل الموضوع بمنتهى البساطه زي ما قلت كان في مؤتمر في شهر اربعه في حاجات كانت موجوده على الويب سايد احنا لما فولو اب مع الحاجات لا بس الحاجة... انا هقول لحضرتك حاجه استاذ ماجد آه. انا اتقال آه. ان كان في ايه فعلا لا أنا،, انا يعني انا هقول لحضرتك حاجه آه. انا الوزيره آه علاقتنا معاها ممتازه وهي تمام. نشيطه جدا و... وبنشكر في بنشكرها اشياء كثيره يعني ولكن في تقصير في النقطه دي في تقصير انها ما تعملش ماركتنج دعايه للمؤتمر ده الناس هنا ما تعرفش يعني انا لو ما دخلتش الويب سايت مش عارف حاجه هو المفروض ان احنا نتابع برضه يعني المفروض ان احنا نخش على الويب سايت المفروض ان احنا بنبقى متابعين الحاجه دي لما تكون في حاجه بتهمنا احنا للاسف عايزين كل حاجه تجيلنا لغايه عندنا يعني انا زي ما بقول لحضرتك انا وصلت النقطه ان الحاجه فعلا موجوده على الويب سايت بتاعه القنصل عشان كده احنا لما انا وصلت في مصر انا اتصلت بيهم قلت لهم يا جماعه في كذا طب احنا مدريين قالوا اه طبعا في دعوه وبعتت لكم اللي حصل ان هم قالوا ان في قيمه غلط هل, هل القنصليه المصريه عندها لستة باسماء كثيره من اسماء الجاليه العربيه ده ايميل واحد بيروح للناس أنا كلها انا ما اعرفش اذا كان في حصل تواصل ما نقدرش ان احنا لا ما نقدرش نتكلم باسم اي حد بس يعني. اسم محمد خليه بس عشان يبقى واضح اللي قبل الفتره ديت كان موجود فعلا على الويب ال 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 سايت بتاعت وزاره الهجره ان سجل كل كيان يسجل نفسه فعشان يبدا البدايه هم بداوا البدايه صح ان كل كيان يخش ويسجل نفسه وبناء عليه الخطوه الثانيه ان هم يدعوا الجاليات المسجله اوكي فهم ده البدايه اللي عملوها ما تنساش ان حضرتك ان انا قلت لك حاجه مهمه جدا ان ده اول مؤتمر واخدوا مميزات وعيوب وانا واثق نقاط العيوب في السنه الجايه ان شاء الله سيعمل بيه انا ما حضرش اليوم الثاني بس كويس. انا عارف اليوم الثاني آه. كان رائع جدا للناس اللي حضروا انا ما حضرتش بس سمعت ان هو رائع كويس كويس انا يعني انا مبسوط من الكلام ده بس انا عايز اقول حاجه ان احنا يعني انا بستاذنكم ان احنا نكمل الحوار ده وبستاذن أه معالي الوزيره ان هي لو احنا الاسبوع الجاي هنكمل وناخد مكالمات الناس ونعرف تساؤلاتهم الحقيقيه بقى ان ان هي تكون معانا الاسبوع الجاي يعني يعني انا عارف الوقت بيبقى متاخر الساعه 4 و5 الصبح فمعلش انت مش هتبخلي علينا ان انت تصحي بدري شويه وتكوني معانا توضحي لنا الصوره بالظبط لان انا هقول لحضرتك حاجه أشياء فيسبوك ويوتيوب والسوشيال ميديا احنا عايزين نوضح الحقيقه بالظبط هنا ونقول للناس لانه يمكن استاذ ماجد انا يعني من ضمن الحاجات اللي محضرها لك ان انا شايف في جدال على مجهودات مجهودات يعني لما الواحد يقرا عنها جميله بتعملها ومساعدات للناس وما زي الدكتور عبد ما بيقول ادويه راحت لمستحقيها هناك ولكن في ناس مش موافقه على ده يعني ناس مش موافقه؟ او او يعني بتحاول ان هي تعرقل المسيره دي بص هقول لحضرتك على حاجه احنا في الفتره اللي فاتت دي تاكدنا تماما إن لو هنرمي ودننا للفيسبوك وللحاجات اللي بتحصل على الفيسبوك هتبقى مشكلة. إحنا الحمد لله عندنا مصداقية، مصداقيتنا في إن إحنا كل حاجة بنحاول نعملها بنقولها رايت أواي، ما عندناش مشكلة فيها. المؤتمر أنا بقيسه يمكن أنا هقول نقطة مختلفة شوية إن نجاح أي مؤتمر أو فشله هو نجاحه في تحقيق أهدافه، يعني بمعنى أصح إحنا رحنا المؤتمر صحيح. كان عندنا أجندة كان عندنا متابعة كان عندنا دكتورة عابد ودكتورة غادة علي اللي بوجه لها شكر شديد جدا دكتورة غادة علي عندنا مدير إقليمي عملت مجهود كتير جدا كان لنقص العدد كانت بتخش من ورشة لورشة 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 دكتورة أماني برضو بوجه لها الشكر بتخش من كذا مكان فاحنا دخلنا ورش عمل قدرنا ان احنا ناخد حاجات على فكرة انا في حاجة يمكن انا ما قلتهاش قبل كده يمكن انا مش محبش مش من الناس اللي بحب اشكر او بحب ان انا اقول حاجه بس أنا بدي كريديت جامد جدا جدا للوزيره نبيله مكرم في فيما بعد المؤتمر، يعني احنا النهارده احنا في تواصل مع وزاره البيئه من خلال متابعة. وزاره الهجره متابعة. في متابعه ايه كون ان احنا ايه 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 انا عايز اسأل حضرتك سؤال هو ب ب ب اللي بيهاجم ده بيهاجم على اي اساس؟ ايه اللي يعرفه عن المؤتمر؟ يعني ايه اللي حصل في المؤتمر؟ دي نقطة مهمة <applause> يعني دي نقطة مهمة محدش عارف حاجة انا مش مجرد ان انا اروح وأحضر بس أنا احضر بس بالظبط آه. هو كل الموضوع انت حضرتك تعرف ان في المؤتمر في اليوم الثاني كان في ورش عمل انا كنت اتمنى ان أنا احضر كل ورشة عمل طبعا الدكتورة غادة يعني عملت مجهود رهيب دكتورة امال عملت مجهود ولكن اللي احنا عايزين نوصل له ايه ان ورش العمل اللي كانت موجودة متعلقة بالاستثمار والتعليم العالي اوكي وازاي بشكل او باخر ان هما ازاي ياخدوا الافكار ديت وينموها وفعلا الافكار والتنمية أوكي. اه طبعا والشباب طيب انا 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 بقترح على حي... انا بقول حاجه دلوقتي يعني أه وبقول للساده المشاهدين واللي نفسهم واللي بيعارضوا واللي معاه واللي معه واللي ضده والكلام ده كله لو انت عندك اقتراح معين عندك نقط معينه اصل مش الفكره ان انا احضر مؤتمر و... واروح والبس بدله وبتاع واقعد اسقف و... لا الفكره بالضبط. ان انا لابد ان يكون عندي اجنده لو انا عندي فكره معينه فكره استثمار فكرة إن أنا عايز أساعد ناس معينين مجموعة معينة حاجة في التعليم في الصحة أكتب الكلام ده كله في ورقة وأبعته ولما ما يجريش الرد أشتكي لا إحنا تعودنا نشتكي آه ما عنديش حاجة عشان نشتكي عليك تعودنا نشتكي وتعودنا إن إحنا نطلع أي حاجة للأسف أنا في رسالة أحب أقولها لناس معينة يعني بعد إذنك لو إنت ناجح أو إنت فاشل ده شيء ليك إنت يعني إحنا مجموعة نيو بتعمل كل حاجة بمجهودها الشخصي الناس دي كلها حتى وقتها متبرعة بيه كل الناس اللي موجودة عندنا متبرعة لو انت شايف ان انت تقدر تعمل حاجة بدل ما تقول نيو ايجيبت عملت حلو او وحش اعمل انت طيب, طيب هل دكتور عبد نيو ايجيبت بتمثل الجالية المصرية؟ لا لا طب بص هقول لك على حاجة كويس. خلينا نتفق على حاجة مرة كويس كل المجموعات اللي موجودة خارج مصر المشن او الاهداف بتاعتها تقريبا تقريبا واحدة كويس واهم حاجه فيها التواصل مع الام مصر بالظبط ومساعده الجاليات في كل منطقه من المناطق ديت بشكل او باخر وكله ب... 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 متعلق لتعليم مساحة ولكن مفيش حد بيتكلم باسم الجاليه احنا بنتكلم احنا المسؤول اللي هو يتكلم على باسم الجاليه دوت مين هو مين بقى هو ده النقطه انا دلوقتي مين فين الكيان اللي ممكن يتكلم باسم المصريين المتواجدين هنا طب نقول حاجه الاول اتفضل هل تعلم حضرتك ان كل النزاعات اللي شغاله هنا في الجاليه دي لو نزلت مصر هتلاقي ما حدش اساسا حاسس بيها؟ يعني بمعنى اصح احنا هنا اه عددنا كله على بعضه اقل من قريه صغيره بالظبط والمفروض ان كله بيحاول يساعد فاحنا بدل ما احنا بنساعد بعض احنا بنحاول ازاي نكسر بعض يعني الطبيعي ان احنا بدل ما بنحاول نكبر وانا كلمه انا قلتها زمان قلت احنا ممكن نشد ايد بعض ونكبر لفوق بدل ما كلنا عايزين نموت بعض ونطلع فوق جثث بعض صحيح طيب اه، اتفضل أه لأه. انا عايز اعلق ديت لان دي مهمه جدا اه يعني اه انا شايف ان اللي يميز مجموعه نيو إيجيبت ان ما فيش واحد شخص اه يعني بياخد الكريت لنفسه أيوة. الموضوع في نيو ايجيبت هو ميشن اوكي مورك. واهداف اه يعني كل واحد عارف دوره ايه ومفيش حد بيتخطى على دور الاخر ولان كل الادوار اللي هي موجوده تهدف للوصول التكتيك اللي موجود للاهداف والميشن لمساعدة بلدنا الام والرؤيه بتاعتها ودي اهم حاجه لنجاح اي مجموعات واتمنى ان كل المجموعات تحطها ايديها في ايدين بعض لان في وقت او في اخر الهدف هو برضو واحد طيب ونشيل احنا الانا احنا عشان الوقت معلش لو حضرتك هقولك بس تلخيص بسرعه ماشي اتفضل هتقول تلخيص بس انا عايز عايز وعد منكم ان احنا نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله اتفضل آه آه نيو ايجيبت آه جددت السنه دي آه للاستاذ عابد الثقه ان هو بقى رئيس مجلس الاداره للمرحله الثانيه جددت آه استاذه عايده المنزلاوي رئيسه للنادي النسائي المصري للمره الثانيه ده دليل ان احنا عندنا انتخابات فبالتالي احنا ما عندناش حد ان هو عشان ماجد هو اللي اسس المجموعه بالعكس ماجد اسس المجموعه بس في رئيس ففي يعني ده اللي انا انا شعرت بيه يعني احنا, إحنا آه يعني انا معلش الوقت مداهمنا واحنا خسرنا شويه في فا دك معنا مين مين معنا ناخد بس اخر مكالمه تليفون دكتور اماني دكتور اماني الو الو علو مستخير علو؟ مساء نور انا يا دكتور ازاي حضرتك انا ايه الو أيوة يا دكتور الو اماني الصوت بيقطع شويه لو حضرتك تروحي في مكان كده يكون فيه سيجنال كويس اه كويس انا سامعك كده كويس اتفضلي الو الو طيب آه يبقى هناخد دكتور اماني إن, ان شاء الله الاسبوع اللي جاي احنا هنكمل نفس الحوار ده الاسبوع اللي جاي كلمه في تعليق في نص دقيقه كده يا ريت آه ننسى مين عمل ايه لو انت شايف ان اللي بتعمله نيو ايجيبت مش عاجبك لاي سبب من الاسباب لو سمحت اتفضل انزل اعمل واكيد هتلاقي في مجالات كتيره لان احنا بنعمل على حاجات صغيره جدا ما بنعملش يعني ما بنغطيش الدنيا كلها بالعكس انت ممكن تكون احسن مننا بس الفكره كلها ان ما ينفع ان تبقى كل اللي انت شايفه في حياتك ان اي حاجه بتحصل حلوه او وحشه كان حد تاني عاملها خليك انت البادئ واعمل بنفسك وما تبصش لغيرك ما تبصش كلام كلام جميل دكتور عبد هو تعليق صغير بس هو ان انا بقوله ان مصر كبيره ومجموعه صغيره او مجموعه كبيره يتعمل في لمصر مش كفايه فريد كله يعمل وبدل ما نكسر اعمل بالمثيل ومصر محتاجه لنا وكل الايادي دي هي محتاجه طبعاً. لمصر اكيد انا بشكركم شكرا جزيلا زي ما وبقوا وما زلت بطلب من السيده وزيره الهجره المعالي الوزيره نبيله مكرم ان هي تكون معانا الاسبوع الجاي على التليفون انا عارف الوقت متاخر بيبقى حوالي الساعه 4, 4 ونص الصبح في القاهره ولكن عايزين في امور نوضحها وهنكمل مع ضيوف الكرام الاسبوع القادم ونأخذ مكالمات اكتر و ويعني الموضوع طبعا كبير يعني عايز حلقات وحلقات ولكن هنكمل الاسبوع الجاي ففاصل ونعود وثاني فقرتنا الليله والسيناتور اندرو جوناردس جوناردس والاستاذ محمد السواعير ابقوا معنا <تصفيق> <تصفيق> ارحبوا معايا و الاستاذ المستشار القانوني مستشارنا ومستشاركم القانوني المحامي القدير الاستاذ محمد سوعير اهلا وسهلا اهلا وسهلا و نيويورك ستيت سينتور اندرو جوناردس هاي هاو ار يو جود ثانك يو ويلكم باك اند كونجرادشن ثانك يو ثانك يو فيري ماتش جريت تو بي باك احنا استضفنا سينتور اكتوبر 18 وسالته سؤال ايه اللي عايزه من الجاليه العربيه؟ قال الفوتس ان وي جيف صوتنا ونجح الحمد لله و اشياء كثيره وكثير منها فعلا بدا ينفذه وطبعا سيناتور بمصاحبه الاستاذ محمد السوعير محامي اللي هو متولي اشياء كثيره تخص الجاليه العربيه من نواحي مش بس القانونيه ايضا السياسيه وخليه يقول لنا انتروداكشن عن من هو اندرو So, brothers and sisters, it's my pleasure to welcome to this program uh, our uh, New York State Senator Andrew Gonardis, who is representing District 22 of South Brooklyn in New York State Senate. Mr. Andrew Gonardis uh, is a lawyer, and activist, and a Brooklynite born and raised. Mr. Gonardis is a friend of the Arabic community, and he continuously showed support and paid respect to the Arab and Muslim communities. During the, their holidays, our holidays, and major events, and uh, today we will ask uh, Mr. Gunardis questions about his efforts to uh, reach out to the Arabic community and about the uh, his accomplishments during his time in the Senate. Um, Mr. Gunardis welcome to the program. Thank you. It's great to be back here. So my first question uh, is um, uh, about the promise that you uh, made when you start running to the program. You. You run on uh, the uh, promise of inclusiveness and respect all and everybody uh, in the community, no matter what of their uh, race, uh, religion, or color. Uh, and you raise the Greek, uh, the Greek value of philoxenia, right. which is the love of uh, strangers. So my question to you is: Could you please um, uh, explain to our viewers about your effort to implement this uh, great value, great Greek value? Uh, within the arabic community uh, sure uh, so the, it's a greek word it's philoxenia it means love of strangers and it's this belief that we have an obligation as human beings to love each other support each other regardless of who they are what god they pray to what the color of their skin is what country they come from when they came here etc uh, and so from day one my office has been focused on living out this value we have i, I represent a very diverse district large number of languages spoken in my district mm -hmm. i have staff members that i've hired that speak multiple languages so that anyone who comes into our office can get the services they need and no one should be, ever feel like they need to be turned away because they can't access their government it's very crowded uh, but, the, yeah but, uh, district is crowded with a lot of uh, different language different yep. culture different yeah absolutely you are right. a third generation uh, greek Th fourth Fourth generation. fourth generation Greek American. Yeah, uh, yeah, yeah. And I know that your mother, she's also a public school teacher. That's right. So Correct. you actually have the in community. From born and raised in the community, and and making sure that everyone in the community feels welcome is incredibly important to me. So we mm -hmm. spend a lot of time doing <coughs> community events uh, with different cultures and, di and people from different backgrounds, reaching out to different immigrant communities in our district. For example, we held the first ever. Community Iftar dinner this past May we had four hundred people open to everyone. In the month in the month of Ramadan. Ramadan. <laughs> yeah, the nice official Ramadan can our Ramadan official uh, iftar. uh elected in a so, way he iftar so, would you please uh, uh, describe or uh, speak about this event and your uh, effort to, be, uh, to uh, be present in other uh, events uh, throughout, the, uh, throughout, throughout Ramadan, your time in yeah. It was a you know, Ramadan, knowing how important it is to the Muslim community uh, in my district, the first time ever that we brought the community together with the elected officials in the, in the community and we sponsored a free community iftar for everyone you didn't have to be muslim to come we had people who were not muslim just they wanted Absolutely. to come and celebrate and break and have a meal and break the fast with their neighbors we did it in a park it was a great opportunity we had the prayer in the park we set up tents people came from all over we had more than 400 people show up uh, and just shared a meal together like neighbors, and that's what Philadelphia is all about: coming that's together actually, as neighbors, yeah, That's what we are. Side, by side looking for. Yeah, yeah. And we do yeah. lots of things like that, and so it was really a great opportunity to showcase how diverse our community is and how important it is to celebrate everyone's individual holidays, cultures, traditions, and customs. Yeah, uh, you know, Mr. Sawyer, so, I, I know that you have a lot of cases and a lot of issues about the immigrations. Mm -hmm. So how a New York State Senate can help on this? So the senator himself is here, so we can ask him actually this question. Yeah, so an immigration issues. Mm -hmm. So um, uh, soon, the governor, uh, Governor Cuomo, have signed a, a new law to grant uh, driver's license to the undocumented mm -hmm. in the state of New York. So, uh, would you describe or explain to the, uh, to the viewers of the program about this law and how this law will be implemented? Absolutely. Now, it's, a, it's a very important law, uh, one that I was very happy to support. I think mm -hmm. it's very important. Mm -hmm. And all it says is anyone can get a driver's license if they're a resident in New York State, regardless of their immigration status. We used to do this in New York up until 9 11. After 9 11, they changed the policy. So for many many years, you did not need to have to be a citizen to get a driver's license. Mm -hmm. So mm -hmm. now, uh, after 18 years after 9/11, we finally fixed that and we've gone back to the way it was. And anyone who uh, takes an exam, does all the requirements for a driver's license. And when this is going to be implemented? It takes effect 180 days after the governor signed it. He signed mm -hmm. it at the end of June. I can't do the math in my head, <laughs> but by the end of the year, end of the year, you should be able to go take a test. Do the driving course and get a driver's license. Just in license. New York. Just in uh, New York. And would, would you, uh, uh, Senator, explain whether uh, people with a uh, criminal record will be qualified to uh, to, uh, to apply for this license or not? No, this is just to let people who are already driving, who are driving without a license right now, to give them the opportunity to get a license, be regulated, force them to get insurance. It's a way to keep our streets safe. Right now we have people without licenses who are driving because they have to. They have to go to work. They have to go take care of their parents. They have to go to the doctor for their kids. Why shouldn't we allow them to drive safely and keep everyone safe? And that's why this law is so important. Yeah, any of you who live in New York and can get a driver's license in New York, whether you have papers or you don't have papers. I have a visa that he broke 5 years ago, he not have papers, I don't know what, he can go and make a driver's license. But this will not this will not uh, w w it would be something on it, you know, saying that this guy is illegal. Uh, resident? It will say that it's not for federal purposes, not for federal identification purposes. Oh. So it'll be clear on the license that it is not, that it does not say that you're a citizen. Um, so it will not be used for federal immigration purposes whatsoever. But it'll be like a regular driver's license with those words on it. Brother Amy tell them you, know, you are not uh, legal or, or... The information will not be turned over to immigration authorities. We put that in the law specifically. So people should be, should be uh, feel secure knowing that their information is safe. And it is very clear that that information will not be made available to ICE or any other mm. uh, immigration authorities. If you allow me, uh, uh, mm -hmm. Brother Mohammed. Sure. Um, Senator, right after the, uh, the terrorist incident that took place in Australia against the Muslim uh, mosque, mm -hmm. you came to the uh, Islamic uh, uh, center in Brooklyn, uh, uh, Masjid Mus'ab, and you made a statement and you paid your respect. So, my question to you do you believe that discrimination still exists in our community? And if you believe so, what is your uh, office and your campaign or your effort? Uh, what about it in in fighting and pushing against this this bad uh, habit in our community? Um, sadly, I I do think that discrimination still exists not just against the Muslim community or the Arab community, mm -hmm. but among many different immigrant communities uh, in New York and across the country today. I mean, we see it happening all the time, uh, and it's really really tragic. What we're doing, and I, I think there's many ways that we can approach this. Number one. You know, we have to be able to support our immigrant communities and give them the support that they need in order to build themselves up. Make sure that we are doing intercultural events like the Iftar Dinner, opening up the doors of the community so other people see there's nothing to be afraid of, there's no mm -hmm. reason to have this hate. Um, but also, we are doing things like uh, hosting trainings for people to know what to do. When they see other people being harassed or targeted, we hosted a bystander training mm -hmm. to teach people if they see their neighbor being harassed because they're Muslim or because they're Chinese or mm -hmm. because they're African American or because they're gay or whatever, uh, how you can stand up and support your neighbors and get the people to, that are doing the harassment and the discrimination. Oh, that's this stuff. perfect. That's perfect. It's very no, very important that we train more uh, people to yeah, do this. before your your the election uh, before November sixth mm -hmm. and uh, <coughs> your very successful. Uh, 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 election, you promised some of the uh, items. You know, I have it. I have it written since that day. Mm. You know, so <laughs> I believe you. You achieved many of them. Good. So uh, let me let me just get an update from you about yeah. the, the the fixing the public uh, transportation, transportation. Uh, the education, the uh, New York Police Department spy, mm -hmm. especially on the Arab community and Muslim community. Uh, increasing number, you promised to increase the number of cameras in the school zones, yeah. in the area where the schools are, and increasing the budget for the schools. You know that's one of those promises also, and protecting the uh, tenant, you know, against any harassment from the landlord, as well as increasing the budget for an adult education so i need just a quick update about all this. Just That's like, a you know, work, work. That's, there's a lot. you, you got a yeah. lot there. Yeah. Um, th those were all, all the things you mentioned were things that i campaigned on, that i promised on, and that we were able to deliver on. So, go public transportation. so public transportation. we all know the subways and buses are horrendous. they're still not perfect yet, but they're starting to get a little bit better. Uh, the last month's on-time subway performance was the best it's been in three years. Uh, the legislature. Created a mechanism to, to fund 25 billion dollars of new improvements to the subways 25 over, the, billion over the next five years. Very very significant. We still need to find the the subways need 100 billion dollars over 10 years. So we got a quarter of the way there, but mm -hmm. that's a very good start. Um, also We also need to make sure <laughs> that we make every <laughs> that we make every station accessible. We need to build more elevators in our stations. Right now, only less than 25% of the stations have elevators. We need to push to make sure that every station gets an elevator. Oh, yeah. I proposed a law to do that, uh, and I'm working to make sure that that becomes that that happens. Uh, public education is education. very important. As you said, my mother's a public school educator. Yes. Uh, this year in the budget, we increased funding for New York City public schools by more than $1 billion over last year. One billion. That is very, very important. What do you use this money for? We'll use this money to reduce overcrowding classrooms, to offer more language programs for dual language immersion uh, programs. We'll offer it to help with adult education classes that are run through the schools. We'll help to provide healthy meals to students. Mm -hmm. um, a, a whole host of things that will be made available because of this funding. Good. Very, very important. New York Police Department spy. So on thankfully, thankfully, we've been able to reduce the the power of the NYPD to. A spy illegally and unconstitutionally uh, in different communities based on their religion. And that was a big case that was fought uh, and thankfully we were able to win that case and we haven't seen it happen since, but we have to make sure that we're vigilant. and the, the goal there is to build better relationships between the police department and the communities that were that were under that were targeted. Okay so we bring them together, we have dialogue, we have community events to help build that relationship of trust. Not a fear. Good. And the small business, you mentioned that 60% of New York uh, business owned by a foreigner. Yeah, by immigrants, yes. Yeah, immigrant. So. What we're trying to do there, I, I know small businesses are, are, it's a very tough time to own a small business today in New York. Mm -hmm. The rents are going up, the property taxes are going up, everybody's buying online, and it's harder to shop in a local store. So we have a lot of work to do to make it better. I proposed a law to lower the sales tax on anything bought at a small business at a store to make it cheaper for people to shop at a small and business good, and that'll help people well. to go into the stores more exactly. and help them make more business and make more money that way. okay so, uh, increasing the budget for adult education so we were able to increase the funding for adult language education uh, i believe we put in about 15 or 17 million dollars in the budget this year just focused on adult language education. Because again, we want to make sure that we are supporting our immigrant communities and making them feel welcome mm -hmm. here in New Vegas. York City. I have a lot of questions, but I want to, ah. see Mr. Sawyer, so you know, have so, a question. So, um, my understanding that your office, Mr. Gnardis, is helping families, especially uh, with their immigration cases. So, would you uh, give the viewers uh, about these efforts and uh, what other services that your office is providing uh, in the community? Absolutely. Well, uh, even though immigration is a federal issue. Uh, my office is still because I represent so many immigrants in the community. My office takes a lead on working with different immigrant communities to help them with their immigration status. Um, you know, everyone knows the terrible effects of the Muslim ban and how it's tearing families apart. We were able to get one of the first waivers in all of Brooklyn in our community, the first two waivers in all of Brooklyn in our community very very significant uh, and we have many other applications that we're still working on trying to help bring families together so i'm very proud of those efforts uh, everyone is afraid right now with trump's immigration raids with the ice raids uh, a couple of weeks ago my, my staff was sent out to give flyers in different languages chinese arabic english russian to different parts of the community to let them know what their rights are what their immigration rights are if ice tries to come arrest them in their house their business or etc We've done yeah. workshops on this. We did a workshop last week with the Arab community. Uh, next week, we're doing a workshop with the Chinese community in their language with the materials written in those languages so that everyone knows what their legal rights are when it comes to their immigration status. So, you know, Mr. Saeed is a legal uh, represent uh, mm -hmm. many of the community and <laughs> we, he's like, you know, our uh, consultant in and everything and, and legally, you know? So I know that he's, he knows very well what's the issues. Well, um, the Arabic community is part of the American community, big yes. American community. So immigration law kind of touches on a lot of people's lives, whether they are Arabs or Hispanic or Asians or whatever. Uh, I know that the Senator's office is helping families from the Muslim community. Mm -hmm. I know they are reaching out to them, not just uh, on the issue of the immigration law and other issues. Uh, like what he just mentioned, they uh, uh, held a, a campaign to distribute flyers, educate people about their rights, legal rights, how to deal with ICE officers if they were uh, encountered with uh, federal agents, uh, to be aware of their uh, legal rights, um, uh, uh, constitutional rights, the importance of uh, participating in the democratic process. Yeah, I actually. Very important. Yeah. Uh, you know, Mr. Gonardus actually is really, really active. Uh, I was on the funeral of the, you, the young uh, youth. Friday, yeah. Yeah, oh, yeah. Yeah, yeah. You know, uh, God bless uh, her family. And you were there. I was there, you know, but it was a crowd and uh, mm -hmm. you were there. So you are like, you know, really attached to the community and you know, we really appreciate that. So that's why we're going to be always. Behind you, you know. You ask for the votes, so we'll give you the vote. We'll give you the vote for even the Senate. You know, we need, we need you to be the New York Senate. You know. Well, so. the, the election is a year and a half away from today, but uh, I think people should stay focused and involved. It's important for us in the Arabic community to uh, to, to uh, be uh, basically uh, aware of our uh, rights and duties and choose who is best and close to us. And, يعني uh, yeah, yeah. يعني يعني شوف احنا لما اه, بندي صوتنا بيبقى عندنا باور باور هما بيقولوا لنا يعني فصوتنا ده مهم جدا صوت اي حد فوق 18 سنه عربي مهم جدا 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 هتجيب كل اللي انت عايزه الرئيس نفسه هيجيلك لو انت صوتك شعر ان هو في له اهميه. I have two questions about mm -hmm. uh, you help you said you know you want to help the tenants against the landlord uh, protecting them how about helping the landlord against the tenant as well yeah no it's it's important that we find balance in everything and you know there's a lot of cases of really bad landlords doing really bad things to their tenants and so we want to make sure that we pass laws to protect those tenants because they're being harassed illegally evicted illegally overcharged so we pass laws to protect them at the same time we want to make sure that we're, we're not being too punitive to the good landlords. Many good landlords out there are providing good homes to their tenants and they're doing the right thing and they're following the law. So my office works with everybody. Sometimes if someone... they get abused by the tenants. Exactly. And there's bad tenants out there also. So yes. my office helps everyone. If someone's having a problem, if yeah. they're a landlord yeah. or a tenant, Le yeah. we take every phone call and we try to help everybody Absolutely. the best we can. Uh, last question. I just want to, you know, it's the reverse mortgage. What, what do you do with this reverse mortgage and what is... Reverse yeah. mortgage. So um, reverse mortgage is uh, mostly, uh, it's a financial product mm -hmm. that many senior citizens take out because they're on limited fixed incomes. Exactly. And uh, they, it lets them take the equity out of their homes, whatever the equity or the increase in value has has gone into their homes, and it gives them cash that they can then spend. Um, a lot of seniors, though, take out these mortgages and they are uh, deceptive. The, the, the mortgages mm -hmm. are fraudulent. They're deceptive. They're, they're preyed upon by really bad uh, lenders and so what we did this year the, uh, two of my bills passed to, to clean up the mo reverse mortgage industry uh, number one it requires an attorney to be there on both sides of the of the transaction this way Good. the lawyer is there protecting the person taking out the reverse mortgage passed. and bill that bill that passed and finished. we're waiting for the governor to sign it Perfect. and then secondly the other bill that i had passed requires more upfront disclosure this way everybody knows what they're signing, there's no uh, hidden print, there's no, uh, you know, uh, false terms. Everything is clear, and we're trying to clean up and get rid of the bad actors in perfect. this industry. Perfect. So hopefully the governor signs both my bills soon. I'm very proud of them. Perfect, perfect. The time is not in our favor, so I wish you I know. Have to come back. Uh, Senator, that you want to <laughs> come back. Uh, we need to update. Actually, updates from you, like maybe in the six months, maybe we have another update. Uh, we love you. And yeah. we, we're going to stand behind you uh, absolutely. Uh, Mr. Sawair is like a big support. You know, he's Bruce. pushing us, pushing the community to uh, support the right people. And in half a minute, you want to say something to the. Well, uh, as the senator uh, stated clearly, it's important for us to stay focused and uh, to be aware of our rights. And uh, Andrew is a friend of our community. He keeps coming. Right, actually, right after his election, when he won, he came right after that to our mosque and he stood in front of us and he said, Well, I thank you. I want to start this relationship built on a mutual respect and Perfect. cooperation. So we, we want to keep uh, giving our votes to the right people. Okay, thank very good. In, in 30 seconds, what do you want to say? To, what do you want to advise the community? My office is here to serve everybody. Our office is in Bay Ridge on Fifth Avenue. Anyone that needs assistance from my office can always come by. You can call us, you can email me. I answer all my emails myself. Uh, and I, we're here to serve you. We're here to serve the community. And I want the community to know that they have a friend and an ally and a supporter in me. Perfect, perfect. Thank you so much. Thank, thank, you. Mr. thank, thank you. Thank you, Andrew. And I love the word that he said last interview, uh, when he said, you know, the world need to love each other. Definitely, that's what we need. Thank you so much. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود ورشا سعيد والويلفير وايه اللي بيحصل هناك ابقوا معنا ضفتي <متصفيق> <متصفيق> الفقره دي كتير منكم تعرفوها بس يمكن تعرفوها صوت بس صوتا بس يمكن اول مره هتشوفوها هتشوفوا رشا سعيد ازيك يا رشا ازيك رشا كانت من الناس اللي هم الاساسيين في ريتش ميديا وتركت ريتش ميديا لبوزيشن احسن طبعا واحنا شجعناها على كده ان هي تكون مع نيويورك سيتي مكتب الولفير او الجوب اوبورتونيتيز والكلام ده من اكثر من سبع سنين وحاليا دلوقتي بقت سوبرفايزر وان شاء الله هتوصل لاعلى المناصب فمبروك الاول على الترقيه. ثانك يو ثانك يو محمد قولي لي انا دلوقتي أه الويلفير ده بنسمع عنه كلنا م -م. ايه هو الويلفير؟ الويلفير آه دي مساعدات من الحكومه م -م. آه الغرض منها آه ان هي بتبقى مؤقته مش كويس. بتبقى دايمه آه بتساعد الشخص ان هو يقف على رجليه آه اللي هو من غ... الدخل او دخلهم محدود بنساعده ان هو يقف على يعني على رجليه او اتشيف سيلف يعني أه دي مؤقت موقع الولفير مؤقت اه مؤقت يعني مش, مش مستمر على طول لا هي احنا يعني ال... إحنا إسمنا جوب سنتر، ما بقناش إسمنا ويلفير اوفيس، إحنا بقى إسمنا جوب سنتر. جوب أوبرشنتي. آه جوب فهو الغرض إن إحنا نساعد الشخص ده إن هو يلاقي شغل. طب الشغل. مين الشخص اللي بيستحق الولفير؟ آه كل الناس آه ليها الحق إن هي تقدم، آه إحنا طبعًا في فاكتورز هي اللي بتأثر أيوة. هي اللي بتأثر. إيه هي بقى آه الدخل إن هو يكون قليل، آه عدد الأفراد اللي في الأسرة. املاك طبعا املاكه يعني لو واحد عنده بيت مثلا لو واحد عنده بيت وبيقدم على الكاش اسيستنس بيمضي ان ان هو بيتحط لين على البيت يعني لو هياخد كاش اسيستنس بيمضي ان هو هيبقى في لين على البيت ايوه من الكاش اسيستنس لين ده بيعتبر ريسورسز طب ليه لين لين على البيت ليه لان دي املاك ريسورسز ايوه انا فاهم يعني مين اللي يندل لصالح مين لصالح الوالفير ان هو يعني في اي وقت يدفع تاني في اي وقت هو قرر ان هو هيبيع البيت الوالفير هياخدوا الفلوس تاني آه من من فلوسه الفلوس البيت. دي طبعا بتختلف من شخص لاخر اسره لاخر حسب عدد الاسره وحسب حسب الدخل حسب السن حسب آه يعني في في ريكويرمنتس يعني ريكويرمنتس في هو لازم حاجه واحده يعني مش انواع مختلفه الوالفير بيبقى بيبقى ثري بروجرامز مع بعض في بيبقى الكاش اسيستنس ايوه والمديكيت والفوز مع بعض كويس في كيس واحد ناخد حاجه واحده آه ال الكاش اسيستنت ده عباره عن ايه يعني كاش مجرد بتديله فلوس كاش الكاش بتبقى في آه ب آه ب بتبقى كاش فلوس كاش على الاي بي تي كارد مساعده في الايجار آه تشايل كير كمان للناس اللي, اللي هي بتشتغلوا عندها اطفال الايجار بيساعدوا في الايجار بنساعد آه بنسبة في الايجار مش الايجار كله بس بنسبه في الايجار آه بندي تشايل كير آه لو حد بيشتغل و... آه وعنده اطفال احنا في قبل ما احنا عشان نساعد الشخص ده ان هو يلاقي شغل بتشوف الباريرز اللي عنده كويس. اه لو عنده ميديكال ايشوز اه بنوديه مكان ولو هو محتاج ان يتعافي من موضوع الشغل ده علشان الميديكال ايشوز بتاعته اه فتره مؤقته او على طول على حسب ده انتوا بتعملوا ده غير السوشيال سيكيورتي غير السوشيال سيكيورتي والان امبلويمنت دول كل, حاجة آه كل ده ايجنسيز ثانيه مختلفه بس عن بس هو بياخد بتاعتنا. انكم من حته معينه برضه بتعتبره بتعتبره ان ده اه إنكم. طبعا بنعتبره آه انكم اه, آه فاحنا بنأدرس الباريرز بتاعت الشخص ده لو هو عنده حالته الصحيه ما تسمحش ان هو يشتغل بنشوف ازاي نقدر نعفيه من من الريكويرمنت بتاع الشغل لان الحاجه الاساسيه عشان تاخد الوالفير ان انت لازم تكون على الاقل بتشتغل 35 ساعه في الاسبوع عشان ياخد وولفير؟ يس لازم يشتغل؟ يس لازم اه يعني اللي بياخد وولفير ده لازم يكون بيشتغل؟ لازم يكون بيشتغل او engaged في ورك سيرش بروجرام او يعني آه بيدور على شغل بيدور على شغل فاحنا بنساعده ان هو يدور على شغل فقبل ما نساعده ان هو يدور على شغل بنشوف ايه الباريرز اللي عنده طيب و و والعلاج آه العلاج ده جزء من الكاش اسيستنس جزء يعني جزء من يعني واحد من البروجرامز الثلاثه آه. لو عايز يروح دكتور او مستشفى او كده اه طبعا الميديكيت يعني الميديكيت ده الجزء آه. يعمل كفرج للكلام ده كله <applause> طيب حضرتك بتقولي حسب السن طيب في ناس مثلا بعد سن مثلا معين 65 70 يعني ان هو يشتغل دي بتبقى عمليه شويه صعبه ممكن تتعامل ازاي؟ احنا زي؟ احنا لحد سن احنا موضوع الشغل ده من سن 18 سنه لحد 6, 59 ونص او 60 سنه دول مطلوب منهم ان هم يشتغلوا اه بعد 60 مش بعد مطلوب بعد 60 مش مطلوب ان تشتغل يعني بت بتبقى معفي يعني ممكن ياخد الويلفير بصفه مستمره يس اه طالما هو في نفس الوضع اللي هو او الحاله اللي هو فيها ان هو ما عندوش اي حاجه خالص فيقدر ياخد مساعدات الكاش وياخد العلاج وياخد ال ال الفود ستامبس، الفود ستامبس بقى دي إيه هي الفود ستامبس؟ الفود ستامبس دي يعني أنا ممكن بشبهها في مصر زي في مصر يعني بطاقة التموين مثلاً، نفس الفكرة إن إحنا بندي مبلغ معين بنحطه على الاي بي تي كارد، بيقدر إن هو يستعمل المبلغ ده إن هو يشتري بيه أكل صحي، هو ما بقاش اسمها فود ستامبس اني مور، بقى اسمها سناب. سناب. سناب ده اختصار سبلمنتال نيوتريشنال اسيستنت بروجرام الغرض منها ان احنا نقدم اكل صحي او ان الناس تستعمل البنفيتس دي ان هي تشتري بيها اكل صحي ما يشتريش بيها الكحول مثلا لا طبعا ممنوع بيها ممنوع دخان ما يشتري بيها اي حاجه من الحاجات دي ممنوع اه وممنوع هات فود ما ينفعش يشتري بيها هات فود ما ينفعش يشتري بيها طبعا ما يقدرش يروح مثلا يشتري بيها لا بي. خالص لا ممنوع اما اما يشتري فين؟ يشتري جروسري بقى يشتري خضار يشتري فاكهه ما يقدرش ياكل في مطعم بيها ما يقدرش حاجه من الكلام ده لا لازم يشتري مثلا انواع معينه اكل هل ده محدد عنده مثلا في لسته بال هي هو طبعا كل الحاجات دي موجوده اونلاين وبس برضو حتى الستورز اللي هي بتقبل السناب ال هم برضو عارفين القوانين ايه الحاجات اللي ممكن يستعملوها بالسناب وايه الحاجات ال كويس ده بالنسبه للي هي سناب اللي م -م. هي دلوقتي سناب ولا سنابس سناب وجماعه سناب, سناب. اه سناب اللي هي دي اللي هي كانت زمان اللي هي زمان كانت فوز ستام طب دي ليها مثلا مقدار معين للاسره او للفرد طبعا هي يعني في سكادجول على حسب كويس. كم حد ف يعني عدد افراد الاسره بياخدوا مبلغ معين طيب لو شخص ما عندوش اقامه ما عندوش اوراق وعايش م -م. هنا بقاله سنين مش <applause> اي حاجه خالص <applause> هل ده مؤهل او كواليفايد ان هو ياخد المساعدات دي لا للاسف لو الشخص ما اي اوراق هو مش كواليفايد ان هو ياخد مش مش اه لازم ياخد. يكون عنده يكون في اني immigration ستاتس جرين كارد اسايلم لازم يكون عنده حاجه لازم يكون في حاجه اه لكن <applause> undocumented خالص طيب هل في فرق بين اللي عنده كيس في immigration واللي عنده جرين كارد واللي عنده الجنسيه آه طبعا آه, آه كمان القوانين دي بتختلف من ولاية لولاية يعني آه في حاجات بتبقى ابلايد في ولاية نيويورك مش موجودة في نيوجيرسي يعني طبعا الشخص اللي هو بيجي بجرين كارد او سبونسر حد معمول اعمل له sponsorship لمده خمس سنين ده بياخد المساعدات بس المساعدات دي بتبقى فاندد بالسيتي اند ستيت ما بتبقاش فاندد باي ذا فيدرال جوفرمنت عشان كده بياخد بس لمده اول خمس سنين بياخد الكاش اسيستنس وبياخد الميديكيت لكن ما يقدرش ياخد الفول stamps غير لما يعدي عليه خمس سنين ده اللي هم طيب اللي بياخد الجرين كارد على حسب معلوماتي ان هو بيبقى فيه عنده لازم يكون في شخص هنا في امريكا مثلا آه سواء عنده جرين كارد او عنده جنسيه ان هو يضمنه <applause> او يعمل له افيديفيت اوف سبورت يس مظبوط فهل ده لو الشخص ده جه وخد وولفير هنا الشخص الاخر يتاثر هو المفروض آه ان هو يتأ... في قانون بيقول اه ان الشخص التاني ده آه هو بي... كفيل بيه آه ايوه بس القانون مش مفعل يعني لحد دلوقتي القانون مش مفعل موجود بس مش مفعل يعني لو واحد يضمن حد والشخص ده عمل اي حاجه ما للشخص اللي هو ضامن حاليا لا طيب اللي معاك جنسيه بقى ايه مميزاته؟ بياخد الم... كل حاجه طبعا اللي معاك جنسيه بياخد كل حاجه اه بياخد طبعا لو هو كواليفايد يعني بياخد طبعا الكاش والفوز والفوستامس نفس الكلام للناس اللي معاهم اسايلم ابروفد اسايلم او ريفوجيز برضو بياخدوا جميع المساعدات والجرين كارد؟ الجرين كارد لو معمول له بياخد الكاش آه لو معمول له لو مش لو مثلا جاي من عن طريق اللي هو اللوتري اللوتري برضه نفس الكلام هما اللوتري برضو لازم يكون ليهم ضامن لازم يكون لهم ضامن اه برضو. على حد ده له ضامن ده يعني. خمس سنين اه, آه كويس قوي بعد الخمس بعد سنين بعد الخمس برضو. سنين ممكن ياخدوا فوق بيزيد عليهم فوت ستامبس طيب في حاله بقى في معلومه كمان فضل. لو هم عندهم اطفال لو هو ال... أيوة. هم جايين معاهم بضامن دول عندهم اطفال تحت 18 سنه الاطفال بياخدوا المساعدات كلها آه. لحد ما يعني ملهاش علاقه بقى بقى لهم كام سنه او ضامن ومش ضامن طيب. الاطفال بياخدوا كلها طب الحال. طيب في الحاله دي بقى حاله ان هو خدوا المساعدات دي سواء معاه كيس السايلم او غيرها او جرين كارد ويجي ياخد الجنسيه هل ده بيبقى له تاثير سلبي على الجنسيه ممكن يعطروا من الايجنسي بوينت اوف فيو بتاعتنا ان هي مش المفروض يبقى ليها تاثير لكن اغلب الـ الـ الناس اللي بيجوا اللويرز هم اللي بيقولوا لهم بلاش بي بيقولوا لهم بلاش آه الجنسيه آه. ما يقدرش بيقولوا ما تاخدش الحاجات آه احنا من, من يعني من عندنا احنا الايجنسي المفروض ما يبقاش فيه مشاكل اه بالعكس طيب. ده احنا في ناس بتبقى بتاخد وي يعني ويفر بالابليكيشن فيز لو هي على الكاش اسيستنس او على الفوست ستامبس بياخدوا ويف للابلكيشن بتاعت السيتيزن آه. او الجرين كارد اه ياخدوا ويف 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 للابلكيشن فيز آه. اه يعني دي ش... اه بس 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 ممكن هل الميجريشن مثلا ممكن تعطل ان هم بياخدوا فير تقول لهم استنوا شويه تؤخرها شويه الجنسيه المفروض لا الويلفير المفروض لا من وجهه نظر الويلفير لا او من وجهه نظر الايجنسي بتاعتنا لا بس المحاميين الهجره دايما بينصحوا ان هم يبعدوا عن المساعدات بتاعه الحكومه اه طب كويس طيب في ناس بتيجي من وخصوصا يعني طبعا من كل في كل الجاليات يعني ولكن احنا بنتكلم عن الجاليه العربيه بيجوا من بلاد العربيه سواء من سوريا من اردن من فلسطين من مصر من اي مكان يعني بيبقوا كبار في السن بيجي هنا مثلا عنده 62 65 سنه أه بيبقى يعني مش سن اللي هو بعد ال 60 يعني مم. والناس دي بتيجي هنا وبتقعد مع مع اولادها او بتقعد وبعد كده ممكن بيحصل اي حاجه فهل الناس دي لو معاهم جرين كارد او معاهم اي حاجه هل من حقهم رغم ان هم عمرهم ما اشتغلوا في امريكا من حقهم ان يروحوا ياخدوا ولفير ومساعدات؟ اه طبعا طالما معاهم آه الستاتس بتاعتهم ليجل قاعدين في امريكا بطريقه شرعيه طبعا بيبقى ليهم مساعدات مم. طيب المساعدات دي حضرتك قلتي عايز ارجع تاني للسناب او الفود ستامبس هم بيدوها كل شهر مثلا ولا بتبقى كل قد الف... بالنسبه للكاش اسيستنس بيبقى كل اسبوعين. كل اسبوعين. الفوستستم بتبقى او السناب بتبقى كل شهر. كل شهر م وممكن دي يستعملها اي وقت يعني يقعد سنه مثلا يستعملها. اه... السنابس ليها 90 دايز دي هاف تو اه يعني بعد 90 يوم. لو ما حد لو ما استعملوهاش بت... بتتاخد تاني بتتسحب. اه اه بس هو كل شهر بيجي لهم. اه. كل شهر يجي لهم ويقدروا يستعملوها لمده 90 يوم. اه كويس. طيب آه، المساعدات دي بتقف امتى؟ اه بتقف زي ما قلت الغرض بتاع آه، الميشن بتاعت الايجنسي ان احنا نساعد الشخص اللي قدامنا ده تو اتشيف سيلف وان هو يقف على رجليه ويلاقي شغل ويقدر ساعتها تقف اه ساعتها تقف بقى على حسب الدخل طب وكبار السن لكبار السن هي مستمره طالما هم محتاجينها وهم كواليفايد ليها مستمرة. طيب في حاله مثلا لو واحد من هم كبار السن دول او واحد بياخد ويل فير ومضطر ان هو يسافر لبلد ويرجع مثلا قعد شهرين ثلاثه المساعدات مستمره؟ أه لو هنتكلم ان هي شهرين ثلاثه اجازه اه المفروض مستمره بس هو المفروض يبقى مقيم في البلد يعني مش أه يعني ما ينفعش ان هو يبقى مقيم في بلد تانية وبياخد المساعدات في ال... ما ينفعش. لان احنا برضو بطريقه ب... ب... يعني بصفه مستمره بنعمل تجديد للكيس بتاعتهم كل... الاول كل ثلاث شهور بعد كده كل ست شهور بعد كده كل سنه ف فب... باستمرار في كوميونيكيشن ما بين ال اه يعني هم بيروحوا المكتب كل شويه على اساس ان اه يا اما بجواب يا يعني اما يعني حاجات يملوها ويبعتوها في في الميل يعني لا في كوميونيكيشن فاول ما يحسوا ان الكومينيكيشن دي اتقطعت او الجوابات ما بقتش توصل بقت ترجع تاني uh, they missed appointment مثلاً بعتنا لهم appointment and they missed it في طبعاً بعد كده بت... النتيجة ان الكيس بتتقفل لان هما they're not responding للأبويمنت لمدة قد ايه مثلاً له... لو كيس بعد ده تبعته وبعدين ما فيش ردود هل هي مدة معينة 60 يوم 90 يوم؟ لا هي المفروض في خلال شهر بنبعت نوتس ثانية ان الكيس هتتقفل لان بندي فرصة للشخص ده ان هو يجي كويس الكلوزنج على الكيس بتاعه بس لو اف doesn't show اب الكيس بتقفل طيب لو المساعدات دي مثلا لو راجل وزوجته وهل دي تكفي ان هو يعيش هنا حياة كريمة يعني يعني يقدر يدفع ايجار ياكل ويشرب وي... ولو ما بيشتغلش؟ يعني طبعا احنا دي اسمها مساعدات هي مش يعني حتى في الايجار لما بنقدم مساعده في الايجار احنا اسمها رنت سبلمنت يعني جزء من الايجار مش الايجار كله فهو طبعا هي لوحديها مش كفيله ان هي تخلي ده غير سكشن 8 والبروجرامز اه كل, التانية. كل ده كل حاجه ديفرنت ايجنسي كل يعني ده ايجنسي yes. وهل ممكن واحد يقدم على كذا ايجنسي مع بعض؟ يعني yes, ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد oh, من هنا؟ اه في ناس بتبقى معاها سكشن 8 وبيجوا ياخدوا الـ من الاتش ار اي المساعدات بتاعت الكاش اسيستنس <applause> <applause> يعني الحاجه الوحيده اللي هما they don't mix together ال اس اي الناس اللي بتاخد سوشيال سيكيورتي انكم دول مش بيبقوا كواليفايد ان هم ياخدوا الكاش اسيستنس <applause> اللي هو بياخد سوشيال سيكيورتي يس ده مش كواليفايد ان هو ياخد كاش السوشيال سيكيورتي العادي اللي هو بعد سن 62 yes. او 65 او كده yes. بياخد ده لما ياخد سوشيال ما ياخدش كاش آه, اه بس ممكن يقدر ياخد بيقدم على الميديكيت وبيقدر برضو ياخد فوق السنابس لان الانكم جايد لاينز بتاعه الكاش اسيستنس مختلفه عن الميديكيت والسناب اه فهو بيبقى كواليفايد للحاجات الثانيه بس الكاش اسيستنس بس هو اللي مش بيبقى كواليفايد ليها اه طيب في حالة مثلا لو واحد بياخد وسنه فوق الستين برضو لأن ده الغالبية العظمى في ناس فوق الستين هم اللي بياخدوا المساعدات دي بتشوف يعني كده في الكوميونتي بتاعتنا م -م. يمكن في كوميونيتي تانية شباب وكده بياخدوا بس احنا في الكوميونيتي عندنا أكتر, أكتر فوق السن اه, فأحيانا مثلا لو حاب يعمل حاجة اشتغل بيزنس لازم يبلغ يبلغكم وتشوفوا الانكم بتاعه وعلى اساسه يا اما تقللوا او تقطعوا خالص المساعدات ولا يكمل مظبوط هو طبعا لازم بي بيبلغ ان هو اشتغل او او عنده بيزنس او بي بالتاكسس بتاعته بي بيديها لنا كل سنه فطبعا ليه الحاجات دي حتى يعني حتى لو هو ما بلغهاش احنا بنبقى عارفين عنها طيب اللي ما بيتكلمش انجليش ما بيكلمش انجلش احنا عندنا طبعا سيرفيس انتربريتيشن سيرفيس عندنا بالتليفون عندنا ناس تترجم فدي مش مشكله خالص يعني في بيتكلموا عربي في بيتكلموا كل حاجه في بنتكلم ساين لانجوج يعني في حتى الناس اللي بتتكلم ساين لانجوج بنعرف نسيرفيس يعني بنعرف نخدمهم م. طيب هل البروجرام ده والسيستم ده موجود بس في نيويورك ولا كل ولايه فيها آه 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 كل ولايه فيها بس قوانينها بتختلف ايوه يعني آه نيويورك مش زي نيوجيرسي يعني نيوجيرسي ما بتقدمش كل الخدمات دي اللي نيويورك بتقدمها كاليفورنيا فيها مثلا كاليفورنيا فيها برضه بس كل حاجه القوانين مختلفه نيويورك اكتر ولاية, ولايه متساهلة مساعدات أوه متساهله وبتدي مساعدات مه كويس في حاله المخالفه يعني شخص قال بيانات غير مظبوطه الكلام مش صحيح بتعرفوا اولا ازاي وثانيا ايه العقاب يعني او ايه الـ طبعا في آه يعني في يونتس تانية في الايجنسي دي فيها انفستيجيتورز فطبعا دول بيراقبوا آه يعني انفستيجيتورز مش بس على الـ على الابلكنتس والبارتيسيبنتس اللي هم الكلاينتس بتوعنا برضو انفستيجيتورز على الوركرز كمان يعني هما بي ان يعني ان الشخص ده من حقه ياخد المساعدات ده المساعدات دي ما فيش فراد بيحصل مفيش لو في اوفر بيمنت بياخدوا بيعملوا ريكوبمنت بعد كده وياخدوا الاوفر بيمنت اللي حصل فلو حاجه فيها طبعا لقوا فيها فالني او طبعا بيبقى فيه عقاب طبعا يعني عقاب وممكن طبعا في تشارجز ل... اه طبعا بتبقى طبعا آه, اه وممكن ياخدوا لو عنده حاجه لقوا ان هو مثلا بيملك حاجه ممكن ياخدوها او او يبقى في لين عليها او حاجه لا لو بيملك حاجه هم هياخدوها بطريقه تانية طيب. يعني مثلا لما يقدم تاني على الكاش أسيستنس بياخدوا طيب لو شخص اكتشفوا ان هو بيملك مثلا شقه او بيت في بلد تانية لهم علاقه بيها ولا يعني ما قبل ما موقف زي ما حدش بيقول طبعا ما حدش بيقول انا بصي انا 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 بحاول بقدر الامكان اخد منك المعلومات انا عندي تليفونات كتيره بس ايه مش عايز اخد تليفونات دلوقتي أوكي. لانه لو خدنا تليفونات الوقت بيروح مننا والوقت اوريدي راح يعني ففي اشياء كتيره احنا عايزين ايه ان شاء الله في مره تانية ناخد تليفونات واسئله للناس أوكي. يعني غير الاسئله احنا الاسئله دي انا مستوحيها برضو من الناس اللي بيبعتوا لنا بالايميل وعلى والف... الفيسبوك وكده الاسئله فبشوف الناس بتسال في ايه فمكاتب <applause> الو... يعني مكاتب الولفير منتشره في نيويورك أه يعني في مثلا في برانكس منهاتن ولا فيها مكاتب لا مكتب احنا طبعا ما لا ما هو منتشر في نيويورك كلها في كل بارو في يعني في مكاتب ستاتن ايلاند البارو الوحيده اللي فيها مكتب واحد بس بقيه الباروز الثانيه في اكتر من من واحد اكتر من مكتب آه. وكل مكتب بي بيسيرفيس زيب كود معين بس برضو اي حد ممكن يابلاي في اي حته يعني مش شرط انا ساكنه في ستاتن في ايلاند لازم ابلاي في ستاتن ايلاند ممكن لو انا في بروكلين اي كان ابلاي بروكلين جميل حلو قوي دي معلومات قيمة جدا جدا يعني وانتي اصلا من زمان وانتي بتدينا معلومات قيمة تدي ريتش ميديا اصلا كمان معلومات قيمة فانا بشكرك شكرا جزيلا يا رشا ان وان شاء الله هيبقى لنا لقاء تاني بقى ناخد اسئلة الناس ان شاء الله واللي هم عايزين يستفسروا عنه عايزه تقولي حاجة للكوميونيتي العربي ال... الجالية العربية تنصحيهم بالنسبة لموضوع الويلفير في نص دقيقة كده انا يعني احنا هدفنا ان نخلي الناس تقف على رجليها وتاتشيف سيلف سفيشنسي وتلاقي شغل وتعتمد على نفسها وتكبر والغرض من الويلفير ان هو مساعده مؤقته مش مش ان هي حاجه تبقى دايما على طول انا بشكرك شكرا جزيلا وانا احنا الجاليه العربيه عندنا يعني من احسن الجاليات اللي هي بتشتغل وعندها هاي انكم واديوكيشن ولكن احيانا بنحتاج برضه طبعا طبعا آه اكيد بشكرك شكرا جزيلا <applause> اعزائي المشاهدين فاصل ونعود مع الدكتور رمزي جوده والمركز الطبي بيرج ابقوا معنا <applause> Uh, اسمي حبيب جودة أنا نائب رئيس الجمعية العربية الأمريكية ونقوم للسنة الثالثة بعمل برنامج طبي يومي للجالية العربية نقدم الخدمات العامة من تأمين صحي وكشف طبي مجانا للجالية وأشكر قناة الجسر لتغطية هذا الحدث كل سنة معنا ولكم شكر جميعا وإن شاء الله نراكم جميعا معنا في السنة القادمة We're going to be here for another 55 years, rocking the block, serving the community, giving everybody what they need. Good quality health care, insurance for all. If you don't have insurance, we still take care of you. Anything you need, whenever you need it, we open seven days a week. God bless and thank you all very, very much. All right, give it up for Dr. Judah. Thank you for providing these amazing services to our community, making us healthy and strong. That's important this is a special shout out to el khanati Jasser, and mr. muhammad al khashab for being here today and for our people from the local media we have our us arab radio uh, our brother here is taking some pictures so thank you for being here today my name is vincent gentili i'm the former city councilman and the former state senator representing this area in bay ridge where we are today where uh, artisans of medicine are celebrating their third anniversary at this uh, street festival that they're sponsoring. It is a festive time. It's a great day. It's a beautiful weather today. Uh, and, and so they could have uh, chosen a better day to do this uh, and to celebrate three years of medical service to the people of Bay Ridge. And uh, I'm talking uh, to some of the uh, doctors here. They've expanded their service over the three years and they look forward to the future to do more. So we're very excited and we're very pleased to have them in our neighborhood and certainly we want to thank them for putting on this great street festival today. Again, and thank you to, to the station for covering this because it's important that everybody know the Artisans of Medicine are here on Bay Ridge Avenue in Bay Ridge, Brooklyn. Good afternoon everyone, how you doing? My name is Aubrey Jackman and I work for Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus. It's a privilege and an honor to work with Arabic American Association and Habib and his partners in collaborating with this community event. It's a great event. i looking to make it bigger every single year. Thank you very much for your time and come down and support us. Thank you. ما فيش يعني احنا الحب اللي بينا متواجد وبنساعد بعض بطبيعتنا بعاداتنا وتقاليدنا فعايزكم ترحبوا معايا مع شاب من الشباب الذين نفتخر بهم جميعا ودكتور ناجح ويدير هذا المركز الطبي في بيردج بروكلين الدكتور رمزي جوده اهلا وسهلا اهلا, سهلاً أهلاً سهلاً فيكم أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا وسهلا أنا بشكرك شكرا جزيلا على تلبتك لدعوتنا يعني رغم إن إحنا دايما في لاست منت إحنا شرف إلنا بس أنا بشكرك وقد إيه أنا بح لأن أنا واثق في حبك للعجلية العربية دي وإزاي أنت أكيد. بتساعدهم فعلى أساس ده إحنا شوية عندنا عشب معاك أكيد أكيد بشكرك شكرا جزيلا الشرف إلنا قبل أه... 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 ما نتكلم على المركز الطبي أه... المركز الطبي في البيرج احنا يعني هنتكلم على الميديكال انا وهنسالك هنت... برضو شويه اسئله طبيه يعني اكيد بس انا عايز اعرف المركز الطبي ده عباره عن ايه بالظبط في المركز الطبي؟ هي الفكره كانت واحنا في ال... في الامتياز اخر سنه وكنت انا ب... بحكي مع الوالد ومع ال انت متخرج من هنا من متخرج من من الامتياز نعم من هنا <applause> وكان المدير المستشفى كان صديق لي ورحت عليه وكنت انا حابب اعمل كذا 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 فقال لي فكره جيده وانت لازم تخدم جاليك وشعبك فالحمد لله الله وفقنا وفتحنا المركز وهي الفكره ان تكون مركز متكامله كويس يكون فيها كل انواع الاطباء والادكاتره عشان المريض لما يجي يكون جاهز كل شيء جاهز له لانه صعب مرات يكون أه لا سمح الله اي حد عنده سكر اه يعني عندكم ك... تخصصات مختلفة كل التو... كل المتخصصين الحمد لله موجودين او معظم من المتخصصين موجودين كويس. الكبار موجودين اكيد اه ويعني تعتبر كانها مستشفى صغيرة نعم كويس طيب بتقوموا بمساعدات كتيرة للجالية العربية أه متعددة م. يعني مش مثلا مش بتساعد الفلسطينيين بس ولا ف... ولا المصريين ولا اللبنانيين اي قال عربيه وغير العربيه ايضا اكيد آه. والمسلمين وغير المسلمين تمام طبيعي. آه طبعا طبعا فاحنا الحمد لله آه معظم الدكاتره يعني مختلطين يعني احنا كويس. آه دكتور القلب والكلى سوري ودكتور الموجودين معانا مصريين وانا طبعا ما فلسطيني وفي دكاتره لبنانيين وفي آه دكتور عندنا كثير كثير شاطر ما شاء الله عليه جزائري فاحنا يعني كل الشعب احنا يعني يونايتد نيشنز بجد بقى مدجل مدجل الدول العربيه بجد <applause> يعني كويس طيب في اللي انا بعرفه ان المركز الطبي بيقدم مساعدات وكثير مجانيه طيب لما بتقدم مساعدات مجانيه ازاي بتقدر تكمل يعني موضوع الطب برضو الاطباء وكده مصاريفهم كثيره اكيد بس أه الله كبير والحمد لله الله اعطانا الفرصه إن الامكانيه انه نعطي الـ الـ الامكانيات هذول هل في مساعدات من حكومه مثلا او حاجه زي كده حاليا لا آه. المساعده اللي بيجي لنا الحمد لله من برضه من الجاليه أيوه. الناس اللي يعني حابين يتبرعوا ويساعدوا والحمد لله برضه من احنا اللي هو الدكاتره اللي موجودين يعني احنا بنعطيهم المريض اللي ما عنده وما يقدر عنده يكون عنده تامين بنعطيهم الوقت اللي احنا اللي محتاجين والفحوصات اللي محتاجين على حسابنا برضه اه وبتديهم الفحوصات بصرف النظر عن تكلفه ايه. بالظبط. كويس. اه ويعني كان في يعني احنا شفنا في التقرير هنا كنتوا عاملين زي احتفال. كلمنا نعم. عن الاحتفال ده ووجهه نظركم ايه ان انتوا تعملوا احتفال للمنطقه اللي انتوا فيها والشارع نفس الشارع كان مقفول. اكيد هذه آه فرح النا واحنا كثير مبسوطين فيها طبعا هذه فكره الوالد والوالد على راسنا من فوق والوالد طبعا بن... تحيتنا <applause> للوالد و وهسالك سؤال على الوالد دلوقتي لان انا شفت حاجات مش عارف تفسيرها ايه يعني هو جراديويت آه يعني آه يعني ده مثال بيدي مثال لكل الناس <applause> الله يخليك هذا آه. من لطفك آه تخرج هو بالدكتوراه الاسبوع قادم فالحمد لله الماضي. الماضي. عفوا آه. اه, فاخذ التخرج في كاليفورنيا الدكتوراه في البزنس ادمنستريشن جلوبال جلوبال بزنس ادمنستريشن جلوبال بزنس ادمنستريشن حصل على الدكتوراه آه. نعم اه انا مش عايز اقول سنه ولا عمره هو شاب لسه برضه ولكن شاب كده من من شبابنا من شباب من سننا كده يعني وعدل الخط الميديكير خلينا نحكي كده عدل الخط ده نعم آه. ورغم كده صمم ان هو ياخد البي <applause> اتش دي نعم والحمد لله هو كان علمنا واحنا صغار المدرسه والشهاده مهم جدا أكيد. التعليم عفوا التعليم اهم شيء في الحياه ومهما يكون الشهاده فالحمد لله وصل فكره الوالد اكيد هي الفستيفال اللي عملتوه هي الفكرة اللي كانت إحنا لازم نعطي فرصة للجالية العرب فرصة أنه يقدروا يشاركوا بالمركز طبعا وببعض فهي فرصة أنه الأطفال والكبار واللي حابين يفحصوا الضغط والسكر ويدوروا على التامينات برضو شركه التامينات موجودات بكو آه للاولاد الالعاب وملعاب يختلطوا الكوميونتي يختلط في بعض هذا مهم جدا بالنسبه لنا يعني انتم بتخلطوا الجاليه مع بعض وفي نفس الوقت عايزين كل واحد يتاكد ان صحته كويسه أكيد. اكيد يكشف ضغط يكشف سكر يكشف السكر يعني شغالين نعم احنا يعني شغالين و... في في يوم الفستيفال بارك الله فيهم الشباب ما كسروا فثمان ساعات بكم موجودين وفحص جاهز أو ويعمل فحص ممكن في اليوم ده في اليوم ده طب جميل وفي بقى انا شفت يعني زي ما شفنا كده في دبكه وفي يعني طبعا مين القائم يعني معاكم مركز الطبي هل رجال الاعمال حواليكم او مثلا الاوفيشلز في elected الحمد لله احنا لما احنا بلشنا الـ كان اللوكال senators والكونسلمنز زي ما شفت آه في الفيلم اندرو واز بارت اوف ات Senator ات ذا تايم كونسلمن فينسنت جنتيلي واز ا بيج بارت اوف ات بيفور Senator اندرو there واز Senator مارتي جولدن واز ا بيج بارت اوف helping uh, ساعدنا انه نجمع الفكره كويس. ونبنيها كويس كويس الجاليه العربيه يمكن في البيرج جاليه كبيره وجالية محترمة جدا و... وناس على كفاءة وعلى مستوى كويس. ولكن في جاليات عربية في أماكن أخرى. يعني مثلا في في أيلاند، في في كوينز، في في الجيرسي, في في أماكن تانية. مفيش فكر مثلا أو فكرة إن أنتوا يعني ت... تساعدوا الجاليات دي إنهم مثلا يبقى في يوم لهم برضو يوم طبي لمنطقة أخرى؟ باذن الله ان شاء الله الله راح يوفقنا اخر السنه راح نفتح آآ فريقين آآ للمركز الطبي أيوة. واحد في ساتن ايلاند وواحد في ايست نيويورك لانه في في م... فرع في ساتن ايلاند مركز الطبي باذن الله كويس وواحده في ايست نيويورك واحد في ايست نيويورك نعم ممتاز رائع في جاليه كثير هناك جاليه يمنيه و... نعم وهم محتاجين برضه الخدمه والجاليه لستن ايلاند برضو يعني احنا احنا في حاضرين ربنا يبارك فيكم فعلا ومواعيد مواعيد المركز الطبي. احنا موجودين 7 دايز اه طبعا في عندنا سبع ايام سبع ايام حاليا مش 24 ساعه بس تقريبا 12 ساعه في اليوم 12 ساعه في اليوم ما نعم. فيش حد بيفتح 12 ساعه. احنا موجودين للجاليه فلازم آه. يكون احنا حاضرين لاي شيء اللي ممكن نخدمهم فيه. امم دي اخبار جميله ودي الحاجات اللي تخلي الواحد كده ايه يحس ان هو عايش هنا مطمئن. الحمد لله سيف الحمد لله هذا هي الفكره. كويس انا بعرف ان حضرتك دكتور شاطر ودكتور يعني تسلم. الناس بتروح لك بالاسم كده لانه بيطمنوا لك كويس قوي عندك علم عندك اخلاق عندك ادب عندك ضمير فيك. ده يعني متوفر الحمد لله فيك تسلم. فانا يعني كدكتور بقى الشخص العادي واحنا في يمكن طقس يمكن اليومين دول كان الشتاء قارس البرد وصيف حر جدا برطوبه ازاي الشخص العادي يحافظ على صحته العامه؟ هذه شكرا للسؤال لان هذا سؤال مهم جدا جدا الخط الطوالي الموجود عندنا في المركز بنشوف حالات كثير اخر فرصه او اخر فتره عفوا على اساس انه الناس اللي عندهم سكر وضغط بياخذوا دواهم بس لسه بتعبوا ليه؟ لانه في الحر طبعا في العرق وفي الجهد وفي التعب وما في ما في حرك كثير لانه من طقس. الجو الطقس يعني كثير صعب على الناس فالفكره انه واحد ماست بي هايدريتد يعني مهم انه واحد يشرب سوائل كثير. كثير لازم حتى لو عنده السكر او عنده القلب وعنده المرض المرضى الثانيات الصحه الصحه بدايتها بالماء حتى لو قاعد مثلا في جوه بيته اير كونديشن وكده برضه اكيد اكيد احنا لو احنا قاعدين 24 ساعه وما تحركنا من الكرسي الجسم يحتاج نص لتر مي بال24 ساعه ده لو ولا تحركنا ولا عملنا ولا شيء من غير حاجه خلاص محتاج ولا حكينا نمنا 24 ساعه اه الجسم يحتاج نص لتر مي فتخيل مع الحركه ومع الروح والرجعه والشغل وكذا فيحتاج اكثر حتى لو الواحد مش حاسس انه عايز يشرب مي لابد انه يشرب لازم لازم طيب. في اليوم انا دائما بحكي للمريض او للـ 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 للانسان لازم في اليوم اكل شيء لترين مي ده عطشان او غير عطشان اللي هم الازايز اللي هي الميه دي ياخد 8 مثلا منهم ده وانت سادك أربعة لانه ده نص لتر اللي هو 16 اونز ايوه برافو عليك ياخد أربعة من 16 اونز بالظبط اه كويس طيب ايه الاشياء الاخرى اللي الواحد يحافظ على في خصوصا في الطقس يعني يمكن حضراتكم مش, مش في نيويورك بس على مستوى امريكا عموما يعني بس احنا هنا في نيويورك شايفين ان الطقس حراره مرتفعه بطريقه غريبه جدا رطوبه فازاي نحافظ غير شرب المياه يعني ايه الاشياء الاخرى اللي لابد ان الشخص يتبعها؟ فلازم واحد من انواع الاكل يحافظ عليهم في انواع اكل بتعب الجسم زي الاشياء الدسمه، الجبنه، الرز، الخبز، هذول الاشياء بيخلي واحد يجفف واحد، ثاني انه يتعب جسمه كويس فبيزيد التعب والمرض، آه. فواحد يحافظ على مثلا اشياء اللي هو الخفيف اللحوم الدجاج السمك الخضروات الفواكه شيء كويس في في ما هو ده انا كنت سؤال لحضرتك انت بتقوله دلوقتي كنت عايز اسالك ايه هو الاكل الهيلثي والنوت هيلثي صحي ولا غير صحي برافو استاذنا اتفضل فاللي هو في الطقس ده يعني اهم اكثر شيء واحد يعني مثلا فواكه فيري فيري جود الفروتس فيها ناتشورال شوجرز نوت كومبليكيتد فبيكون واحد يكون عنده شويه طاقه فيهن الخضروات كثير كويسه للانسان لانه الخضروات بيلين الجهاز الهضمي كويس. فهذا برضه مهم جدا فدائما الستيبل اللي هو الفاونديشن الخضروات والفروتس ان ذيس تايب اوف وذر از فيري فيري جود بعدين سم هيلثي فاتس اللي هو الدهون اللي هو الصحي صحي زي الافوكادو زي الجوز الهند هذول الاشياء فيهم جود هيلثي فات دهون كثير كويس وبعطيه الانسان الجسم طاقه كويس الافوكادو الاخضر ده الافوكادو الاخضر آه. نعم اه نعم اللي هو الفريش الفريش طبعا ده, ده كويس للصحه جدا جدا م -م. جدا مع جوز الهند مع المكسرات برضه بدون املاح المكسرات مش مملحه بس المكسرات دي بتدخن شويه بدخن بس يعني واحد يكون متوازن فيها آه, اه كويس طيب ده بالنسبه للكبار، الاطفال لان الاطفال طبعا ما بيعترفوش لا بحر ولا ببرد بيعملوا اللي هم عايزينه في اي وقت. نعم. فازاي نقدر نسيطر ونحافظ على الطفل ان هو يبقى صح في صحه جيده خصوصا في هذه الاجواء. هذا سؤال كثير كثير كويس لانه احنا متعودين كون الاكبار الكبار اللي عندهم اطفال نحاول ان ننبسط او نبسط الاولاد باي طريقه، طبعا احنا في الصيف نو سكول والدنيا حر والبركه فايس كريم وشوكولاته والكانديز أيوة. هذا خطر كثير كثير على الاطفال هسه في ابحاث كثير جديده عن اخر ثلاث اسابيع اربع اسابيع yeah. موجود اللينك سكر والسرطان فمعروف انه هسه او الابحاث ببينوا انه السرطان اساسها السكر فكثير مهم طبعا واحنا واحنا صغار الناس بقولوا تبعها نتفه سكر وابصر ايش، هذه بتبلش بالشويش زي ما بقولوا، فلما واحد يكون بلش في كاندي او اثنين بيزيد بتخن كويس اه بوزه وعلى السيف كله هذا مشكله، فالسكر يعني غير المشاكل الصحي اللي هو السكر والضغط وهذا هذا بعد سنين طبعا معروف انه في ميزان للسرطان نعم <applause> فدايما بحكي للممرضين اللي بيجوا احفظ احفظ على الاولاد من السكر يعني بلاش الشوكولاته الكتيره الايس كريم الكتير حتى لو بتقدر تسيطر على الولد ابدا افضل وافضل ابدا من غير سكر اه يعني في دارك شوكليت الدارك شوكليت طبعا مره شوي بس واحد يتعود عليه الولد سهل يتعود عليه اكثر من الكبير كويس فاللي هو دارك, دارك شوكليت از فيري هيلثي ويتش از فيري جود آه، الانواع اللي ما فيهاش جلوتين، جلوتين فري آه، اي شيء فيها جلوتين فري ونو ادد شوجرز نو ادد بريزرفاتيفز هذول الاشياء كثير مهمه وده مكتوبة مكتوب يا دكتور على كل حاجه بيبقى مكتوب واحنا لازم ندور عليه عشان نحافظ على صحه اولادنا، لانه نسبه السرطان والمرض اللي في اولادنا في جيل، في الجيل الجديد كثير عاليه من السكر والجلوتين من الجلوتين الجلوتين من السكر. ده اللي هو في العيش، العيش بيبقى جلوتين ولا نعم وهذا شيء جديد مشاكل كثير بالجهاز الهضمي وتقريبا 80 في 90% المناعه موجود في الجهاز الهضمي صحيح فاحنا لو خربنا الجهاز الهضمي خلص. 80 في 90% من اللي هو ال... بيروح طب حتى الويت بريد واللي هو الغامق والحاجات دي برضو دي دي, م... دي مهم هي قصة بحكيها لكل الناس آ... الطحين اللي احنا بنأكلها يعني احنا ما في مزرعه طحين في او او فلاور في... في 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 امريكا اه دقيق يعني اه اكيد ونفس الشيء الرز احنا دائما بنجيبها من برا كويس فعندنا مليار انسان في الصين وعندنا مليار انسان في الهند وهم بفطروا بتغدوا بتعشى على الرز وعلى الخبز كويس هم بيصطنعوا الباقي العالم من وين بيجيبوا؟ اه فبيصطنعوا الطحين اه صار الطحين اصطناعي فهذا بخرب وبنصح المناعة آه. بتوصل صناعي مش زراع مش بيزرعوه مش, ال... مش القمح يعني. لا القمح نفسه اللي احنا بناكله في الخبز اه اه هذه اصطناعي او معظمهم آه. معظمهم معظم اصطناعي اه فيتخيل يعني انه انا المثال انا بحكيها المكدونالدز كم مطعم ماكدونالدز في العالم؟ يعني بيسموا بي الملح القمح ده ازاي صناعي يعني؟ يعني معظمهم كماواي، اتس كيميكالز اه توصل معمول بالكيميكالز اتس كيميكال، اتس دي ان اي كيميكال كومباوندد، يعني اتس نوت ويت مزروع مش مزروع من مش الارض يعني مز... يعني جزء بسيط جدا جزء من الارض والباقي بيستنواه بي... اه ما تخيل يعني زي ما بحكي لك عمو آه. الخبز بتلاقي وين ما في كل محل كل سوبر ماركت كل جروسري ستور في خبز <applause> صح في <applause> امريكا كله وين ما بتروح اي محل فيها في خبز؟, خبز طيب هسه هذا اللي بيصنعوها يوميا غير هيك ماكدونالدز زي ما حكيت ماكدونالدز يوميا يوميا مش اكل من 100 عش... مليون سندويش في اليوم كويس في العالم كويس طبعا هذه بدها خبزه كويس توب اند باتم يعني 200 مليون شكفة خبز كويس في اليوم من وين القمح؟ مش من الزراعه ابدا مش كفايه فاكيد مصنوع هساديف عليها الدامينوز والبيتزا هات والبرجر كينج وكل المطاعم اللي هو الفاست فود تمام في العالم طب بس كده الواحد مش هيلاقي حاجه ياكلها لا في بس هل مكتوب على الحاجات دي ان دي في في خبز جولت فري؟ في بس واحد لازم يكون يدور عليه وبعدين فكره فكره عند الشعب اليمني انه هم بيطحنوا الطحين نفسه وما بخبزوا الخبز نفسه فهم they make it at home themselves which is really really good so I I definitely will promote يعني that. بيتحنوا الطحين نفسه. بيجيبوا الطحين بيجيبوا من البلاد وبتحنوها وب. طب مش قلت إن ده مادة من مواد الأمح. لا هم الويت نفسه. هم لا بيزدوها في أكثر شيء. it's not a natural substance. It's mm -hmm. not a natural substance. It's an additive. احنا we put it in the in the in the compounds in the flour and what we cook. آه with. آه يعني قلت دي added. It's an added. Added. مش مش natural. It's not natural. اه اه الله سبحانه وتعالى ادرى في اللات في الاحسن لنا فالاشياء اللي بدورنا ما بيسوي ما ب... ما بعطينا اياه مم. نبعد عن الجلوتين وعن السكر وعن السكر إيه. شيء مهم إيه زي ما حكيت وبعد اذنك احكي لها اخر مره السكر اتس لينكد تو كانسر كويس فابحاث معروف فيعني انا بحكي للانسان اذا انا عندي في ايدي هاي ازكى شيء في الحياه ممكن اخدم لك اياها بس فيها نسبه سرطان 1% تجربه؟ لا طب تعطيها لاولادك؟ لا ابدا صح؟ صحيح بس يوميا احنا بنطعمها للاولاد اللي هو الشوكولاته والدولي باب والايس كريم والمكدونالدز هذا الاشياء يوميا احنا بناكلها فاحنا الحياه مطلوب منه هيك لانه وي ار ليفينج ان سوسايتي ذاتس فيري بيزي ماذر اند فاذر وركينج اتس تو انكم سوسايتي بس لازم احنا نرجع للا للا للاصل شوي انه ندير بالنا على اللي بنسويه ومن تعميل للج... للجيل الصغير للجيل الصغير للجي عفوا صحيح لا لا I انت it. يعني حضرتك يعني وضحت نقط هامه جدا جدا احيانا في ناس بيبقى عارفاها بس نسياها بس احنا دلوقتي دي تذكره هامه جدا 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 يعني فانا بشكرك شكرا جزيلا طيب عايز يعني في اشياء كثيره يعني احنا بنتكلم على خدمات الجالية العربيه حتى بتعملوا احتفالات بتحاولوا بقدر إنتم انتوا للجاليه العربيه كفريق طبي أه يعني يعني حاجه جميله يعني حاجه كلنا نفتخر بيها وشباب زي الفل واطباء زي الفل عرب وغير عرب فطبعا دي حاجه احنا كلنا بنفتخر بيها عايز ماذا تنصح الجاليه العربيه علشان تسبورت ودعم ويكون في مركز الطب يبقى عندنا مراكز طبيه كثيره تخدم العرب وغير العرب آه الفكره آه والابسود زي كل الابسود عندك هون على الجسر wonderful كان عندنا السناتر اندرو جوردنس كويس وعندنا الاخت اذن ريما رشا رشا عفوا فذيز بيبل ار اوت ذير تو هيلب اس كرييت ذا بوسيبيليتيز فور فور بيبل تو سيك هيلث كير اللي هو دوروا على الصحه صحيح. فاحنا لما لما يكون الوقت الانتخ... الانتخابات الالكشنز لازم يكون احنا الصوت زي ما انت تفضلت الصوت واحد أيوة. عشان نشجع المرشح اللي راح يخدم الجالية صحيح في طبعا في الطب وغير الطب وفي أيوة. الصحة وغير الصحة مزبوط. فالاخت رشا والشغل اللي بتعملها اتس فيري فيري كريتيكال انه احنا في يعني اكثر من من مراكز اللي بي, بي ادفايز ابسولوتلي اللي بعتوهم الادفايس وبوجههم وطبعا احنا عندنا في المركز عندنا قسم او عنده اي سؤال خارج الطب نخدمهم او ندلهم على وين يدوروا على السؤال بيرفكت بيرفكت انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور رمزي جوده يعني من الشباب اللي بنفتخر بيه جميعا ووالده الدكتور حاليا بقى الدكتور حبيب جوده <applause> لازم نجيبه يكون <applause> على البرنامج ونعرف بالظبط لانه هو ده حاجه جميله لناس كتيره انه بيحصل على الدكتوراه حتى في السن المتقدم فانا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور وان شاء الله يكون لنا لقاءات ولقاءات ان شاء الله تسلم اعزائي المشاهدين زي ما شفتوا كده الجاليه العربيه فيها جميع التخصصات كل التخصصات اللي انت ممكن تتخيلها في بيشتغلوا في كل تخصص موجود في امريكا في شخص عربي ويعني الحمد لله الناس اللي بنقابلهم كلهم عايزين معلوماتهم ما يخلاش داخلهم يطلعوها للناس تو يدينا نصائح، يدينا يمكن معلومات احنا ما نعرفش عنها، ففي في كل في كل مكان في امريكا هتلاقي في كل تخصص اشخاص عرب ومعطائين، وبتمنى ان هم يتصلوا بينا لان احنا بنرحب بيهم في هذا البرنامج اللي هو يعني انا بتمنى البرنامج ده يكون في منه عشر برامج اخرى تخدم الجاليه العربيه على مستوى امريكا وكندا. فطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم ما نستطيع اسبوعيا ساعتين على الهواء وبتخصصات مختلفه وان شاء الله يكون في بيننا يعني دايما التواصل واي اسئله اي استفسارات على رقم التليفون او على الفيسبوك او على وسائل التواصل الاجتماعي مع برنامج الجسر والى اللقاء الاسبوع القادم يوم الخميس القادم ان شاء الله وتصبحوا على الف خير